طيب الليلة في موضوع الـ Educational Technology هنمشي في area مختلفة من الفاتو، ولكنها area مهمة جدا اللي هي the use of technology in assessment. ودارين نبدأ، لكن أنا شايف الناس شوية، بس الناس اللي شغالين بالأجهزة ممكن يتفاعلوا معانا أكتر. شايف أن الناس في الغاعة شوية، لكن الناس الداخلين بالأجهزة ممكن يتفاعلوا معانا. دارين قبل ما نبدأ الفكرة العامة، لو تذكروا الاسسمنت سايكل اللي هي لها علاقة بالكواليتي سايكل، فذكرونا لها عشان نشوف هاو دو وي يوز تكنولوجي في كل خطوة من خطوات الاسسمنت سايكل. فمنو يذكر لنا الاسسمنت سايكل نفسه؟ في زول يذكرنا الاسسمنت سايكل؟ معقول اي كورس ينتهي خلاص زي الطلبه؟ يعني الطلبه بيدعوا المذكرات في قسم الباب بتاع الامتحانات، يعني الاسسمنت سايكل في زول مذكره كان في كورس كامل اسمه اسسمنت اند ايفالويشن، قالوا البي دي سي اي سايكل قيمة بتاعت الكواليتي منها في اسسمنت سايكل، هي زي بتاعت الكواليتي لكن عندها مسميات اخرى. هلو ميجر وإيفاليويت. ميجر إيفاليويت. لا كويس، ممتاز ممتاز. بس نقول لك واحدة قبلها، لأنها في السايكل موجودة في البي دي سي اي اللي هي البلانينج، فعندك البلانينج وبعد ذاك ميجر، صح؟ ميجر وإيفاليويت. ها إذا بلان ميجر إيفاليويت. بعد ما عملنا ايفالويشن انالايز، قال انالايز. انالايز دي ما انالايز كيف يعني؟ كويس الكلمه صح، لكن دي ما المصطلح نفسه. ديسيجن الذي اخر واحده. كويس، اذا باقي لنا في انالايز دي عندنا في الاسسمنت انتربريت، انتربريتيشن يعني. اذا انت يو بلان فور اسسمنت، you conduct an assessment اللي هو you measure, you convert these measurements into values اللي هو evaluation, then you interpret the values and then you make decisions and actions, decisions and actions. فدي خطوات ال assessment cycle. دارين نشوف التكنولوجي. How do we make use of technology in these five steps of the assessment cycle? اساسا في كميه كبيره جدا، لو ملاحظين المحاضره اسمها assessment software او application، انه ناس التكنولوجي طلعوا applications للاغراض دي. لو الابلكيشن بيعمل الحاجات كلها بيسموه assessment suite، اس يو اي تي اي. وبالمناسبه في ناس بينطقوها سويت، بيفتكروها سويت زي الحلاوه يعني، او ناس بينطقوها سوت اللي هو بدله يعني من غير الاي، لكن هي سويت اللي هي اس دبليو اس يو اي تي اي سويت. يعني شنو؟ زي سويت، زي السويت في الفندق يعني، فيه لكن اقسام مختلفه في السويت، في اسسمنت سويتس. انا احنا اخترنا واحد بعد تجارب يعني في جامعات كثيره استخدمته واثبت فاعلته، وما في داعي نذكر الباقيات يعني. يعني في كميه من الاسسمنت سويت ان ذا ماركت، وي دونت نيد. احنا حنتعامل مع واحد، الواحد دي عنده صفات كويسة، وبالتالي اختياره كان نتيجة لبعض الفيتشرز اللي بتخليه مور سوتابل للاستخدام بواسطة الفكرة. لكن قبل ما نتكلم عنه اللي هو اسمه اكزام فيو، مطلعه شركة اسمها اي انستراكشن اللي هي اي الكترونيك يعني انستراكشن. فدي الشركة دي طلعت اكزام فيو له سنين طويلة جدا، واستخدموه عدد من الجامعات وما زال، وهو في النص. في النص بمعنى انه احسن من كثيرات، لكن في وحدات احسن منه بفيتشرز اضافية، بس قد ما يكون كل الناس محتاجين لهذه الفيتشرز الاضافية، وانه ممكن يعوضوا عنها بحاجات ثانية. السويت دي مشكلته الوحيدة انه الناس ما استخدمته فور ذا ديليفري اوف اكزامز، ما استعملوه في الخطوة بتاعت ميجرمنت، لكن استخدموه في الخطوات الثانيه كلها. طيب
what about the assessment part of the learning management system اللي هو ده هنبدا نحن لانه شنو الاسبوع اللي نحن فيه ده هنتعامل مع exam view as an assessment suite او software وهنتعامل مع موديل as a platform for learning and assessment فطالما هنتعامل معهم الاثنين ان احنا تركيزنا الليله فقط navigation فيهم الاثنين في انه وين موضوع الاسسمنت ده از ادريست الخطوات المختلفه وير از ات اسست ضربي مثل يعني هل في نحن ما عندنا بلان تشمل بريبير بلان تشمل بريبير يعني بلانينج ما فقط وضع خطط يعني وانما تضع الخطه وتجهز لها دي المرحله بتاعت بلان قبل الميجر فاذا مرحله بلان وين في موديل يو بلان وين في موديل يو بلان ونبدا فوق ندخل هنا نعمل شيرنج للسكرين شير ونمشي الداشبورد ندخل على الكورس بتاعنا بتاع البراكتس اذا انا داي اي ونت تو بلان فور اسسمنت كان يفترض يوم الاربعاء اخر اكتيفيتي تدخل فيها كانت هاو تو بريبير A quiz. Preparing a quiz is part of the planning. طبعا بيسبقوا زي ما لو تتذكروا في موضوع الاسسمنت لما درسنا الكورس بتاع الاسسمنت evaluation. You need to have a blueprint. You need to have a blueprint. This is part of the prepare. يعني لازم تكون عارف انه الكورس حقك how is it assessed. يعني which methods and tools are used for assessment. المفروض يكون عندك شنو course blueprint. المفروض يكون عندك يعني an activity blueprint. Activity معناها quiz ولا final exam ولا practical exam. يكون عندك activity blueprint. إذا to prepare for assessment, you need to prepare blueprints. ده بغض النظر أنت هتستعمل التكنولوجي ولا هتستعمل pen and paper exams ولا بتستحضر في النهاية you need to have a blueprint عشان يحكم يكون distribution بتاع assessment على مكونات الكورس يكون proportionate يعني the right proportions اللي هي بيسموها الكونتنت فاليديتي الكونتنت فاليديتي طيب دي اذا مرحله بغض النظر عن انه هتستعمل التكنولوجيا فانت انا بفترض انه لما تيجي داخل على موديل او على exam view You already have a blueprint. You already have a blueprint. النقطة الثانية في prepare, plan and prepare, you need to have questions. فمفروض يكون عندك أسئلة. أسئلة لكن لما نقول questions, questions دي designed أو constructed, بسموه question construction, أو question design, بسموه question designer. أو question constructor يعني بيعمل construction لا أنت تكون عندك أسئلة والأسئلة لما نقول أسئلة معناها high quality questions معناها المفروض تكون في معايير للأسئلة وفي training للفاكولتي how to construct أو design good questions والكلام ده فإذا دي المرحلة الثانية you need to have questions لما نتكلم عن التكنولوجي إذا you need to have these questions stored somewhere storage ما مجرد storage انت لما تقول عندي انا question bank معناها البانكينج اوف questions دي عنده معايير والمعايير دي لازم يكون البانكينج سوفت وير عنده المعايير اللي بتخليه easy to use وممكن to classify questions المهم في معايير حنتطرق لها بعد شوي فاذا you need to bank the questions اذا انا عندي الان لحد الان في البريبير لازم يكون عندي blueprints لازم يكون عندي questions لازم الquestions دي تكون banked somewhere معناها عندي banking of questions بعدين لازم اجهز الassessment activities لازم اجهز الassessment activities وعليه الassessment activities تكون جاهزه منها how to prepare a quiz إذا الآن في prepare مروا عليه حاجتين دارين نشوفهم في موديل وين مكان وين مكان to issues related to preparation طيب اللي هم شنو question banking
وconstructing a quiz or an exam. نبدأ طبعاً بالإجزام لأنه أنتوا أصلاً مفروض كان تعملوها يعني. فأنت طبعاً زي ما بتعمل في كل مرة بتمشي أول حاجة تعمل تير editing on وتمشي المكان الدار تعمل فيه الكويز وتقول at an activity or resource وتقول quiz وتبتدي تعمل construction للكويز بتاعك. لكن شنو construction ده هنا اسمها the settings of the activity. يعني you are just setting the quiz, you are not actually adding the questions. Adding the questions is another step, هنشوفها بعد شوية. لكن لنفترض انه this is first quiz. This is the first quiz. هنا ممكن اعمل له description. بعدين انا يوم الاربعاء قلت لكم تركزوا على موضوع التايمينج. اذا كان هتحدد التايمينج تجي في المكان ده وتحدد التايمينج وحتى الديوريشن اللي هو اسمه تايم ليميت وانه يقفل 200 ويفتح 200 وهكذا. بعدين بتمشي ل خليك من جريد امشي للاي اوت. في اللاي اوت بتوري كيف الامتحان لما يطلع هل كل سؤال يطلع في صفحه لما الطالب يجاوب عليه حتى يطلع السؤال اللي بعده ولا يطلع 5 5 ولا 10 10 ولا كل الاسئله تطلع مره واحده. ده هنا بتحدده هنا. بعدين بتضغط على شو مور عشان تحدد السيكونس النافيجيشن. هل النافيجيشن فري نافيجيشن الطالب يمشي ويجي زي ما يحب ولا لا سيكونشال. سيكونشال معناها يحل سؤال لما نمشي للبعد ما يقدر يرجع للسؤال البعد. ودي صفة مهمة جدا دارين نعرف when do we use sequential navigation. Do you use sequential navigation. نمرة ثلاثة من الحياة المهمة بتمشي ل question behavior. Sorry question behavior. هل الquestion دي لما نطلع لطالب واحد a sequence of options نفس السيكونس ولا يعمل لا شفلينج لكل طالب. كل طالب يجيب شفلينج للانسرز للاوبشنز ولا شنو. وانه لما الطالب يجاوب على السؤال يديه فيدباك ايميديت ولا ياجل الفيدباك. التاجيل اسمه ديفيرد مؤجل ديفيرد ودي الديفولت. او تقول له لا تديه في حاجه اسمها ادابتيف مود. ادابتيف مود معناها شنو. لما يجاوب حسب الإجابة بتاعته أنا بجيب له السؤال مرة تانية. ولما يجاوب الكويز أنا بجيب له الكويز تاني بختار له بغير له الأسئلة. فإذا عندنا adaptive mode ومعاها penalties. adaptive mode معناها شنو؟ لما تجاوب للمرة التانية أنا ما حديك الدرجة كلها حأخصم منك 10%. لكن في adaptive mode من غير penalties. وعندنا deferred mode deferred feedback وعندنا immediate feedback وهكذا. وعندنا interactive with multiple tiers. دي هي with multiple tries sorry. يعني interactive بديه مع interaction ويديه الفيدباك وكده ولكن بيسمح له بمultiple trials. الترايل الثاني هو يكون استفاد من الانتراكت. فاذا دي انواع الكويشن بيهيفير ودي مهمه جدا انه الواحد هنا عاده بيخليها deferred اذا كان امتحان رسمي ما بنعمل فيدباك. لكن لما نكون formative assessment بنستخدم الانواع الاخرى كلها. فانت deferred feedback ده مؤجل لانه ده امتحان وهذا لان دي فيدباك هو الامتحان. فدي لازم تعمل لها setting. دي المناطق اللي انت بتحتاج تعمل لها setting. تعمل name للكويز، تعمل description if you like، تحدد whether the description will be displayed on the courses page. وبعد كده تحدد التايمينج حقه وبعدين تحدد اللاي اوت حق الامتحان وتحدد الكويشن بيهيفير. دي حاجات انت لازم تعملها في السيتنجز. فاذا الخطوه الاولى يو بريبير نوت ذا اكزام، يو بريبير ذا تمبلت فور ذا اكزام، ذا سيتنجز حددت السيتنجز. بعدين تجي تضيف الاسئله. كيف تضيف الاسئله؟ ده اللي هنشوفه بعد شويه. انت هنا بعد تقول لي سيف ريتيرن تو كورس عشان نوريك بيظهر لنا وين. ظهر لنا هنا فيرست كويز اهو ده. يلا في حاجتين اضافيات مهمات. الحاجه الاولى انا المره اللي فاتت قلت لكم يا جماعه حكايتي انه يكون كده الطلبه يمكن ما يشوفوه ذاته لانه يعني كتاب صغار كده ونوت فيري كلير. فهنا وي يوز اما داخل الكويز
أو خارج الكويز نضيف لنا صورة يعني. نضيف لنا صورة. فخلينا نوريكم كيف تضيفوا صورة داخل الكويز. أول حاجة عموماً أنا قلت لكم لما تقولين you turn editing on بيظهر لك قلم لتغيير النيم وبيظهر لك edit هنا بالجنب عشان تعمل تغييرات على الايتم نفسه. فهنا أنا من edit بختار edit settings هي ندخل للsettings. وأنا داير أضيف صورة. ممكن الصورة أضيفها داخل الكويز. الصورة أضيفها داخل الكويز. وبالتالي بمشي هنا في الصور هنا وبقول له براوز وبقوم امشي فايل بيكر امشي لابلود فايل تشوز فايل وامشي في حته خلونا نشيل اي صوره ما فارق الصوره تخش خلينا نشيل الصوره دي واقول له ابلود ذيس ايمج واخليها بنفس حجمها دي لا خليها 200 احسن خليها 200 Save image. Sorry, قلت له this image is decorative only. Save image. وهذه الصورة. بعدين طبعا عشان الصورة sorry دقيقة بس. عشان الصورة الطلبة يشوفوها بقوم أعمل لها أحطها في السنتر يعني. أبتدي في السنتر. دي الصورة. وأقوم أقول له display description on courses page. دي المرحلة الأولى. خلينا نعمل save and return أو save and display. أرجع لك خليها save and return. الآن بدل ما كان بس كويز صغيرة جدا وما ظاهرة في نفس حتة الكويز خدت صورة. طيب أنا داير الصورة دي تكون لينكد للكويز ده نفسه يعني أنا أضغط فيها تقوم الكويز يفتح. الحكاية دي بعملها بإنه بفتح الكويز وبعمل كوبينج لليو آر إل حقه من فوق هنا وأرجع لإيديتنج تاني أرجع للإيديتنج ارجع لإديتنج الكويز إديت سيتنجز واضغط الصورة واقول له لينك واخدت له اليو ار ال بتاع الكويز واقول له كرييت لينك كده الصورة بقت ظاهرة لكن الطالب يعرف كيف انه المفروض يضغط الصورة عشان يدخل الكويز تكتب له كليك ايمج وستارت كويز انتر تخليها فوق للصوره طبعا تكبرها عشان برضه تكون ظاهره تعملها بالهيدنج وتعملها بولد كمان عشان تكون ظاهره يعني بعد تقول له سيف اند ريتيرن تو كورس اذا الان الطالب وهو ماشي حيلاقيه الصوره وفوق لها كليك اون ايمج تو ستارت كويز يقوم اضغط كده بيقوم يمشي للكويز دي الحاجه الاولى الحاجه الاولى يو بريبير ذا سيتنجز اوف ذا كويز بطريقة تكون ظاهرة وواضحة والكويز جاهز وفي صورة عشان أنا من الصورة أدخل على الكويز. النقطة الثانية لازم أضيف للكويز دي أسئلة. لازم أضيف أسئلة. طيب الأسئلة دي أنا بضيفها من وين ما هو أنا أثناء ما بجهز في السيتنج ما في حتة عشان أنا أخذ أسئلة. هو أول مرة أنت كديزاينر بعد ما الكويز جاهز لما تدخل عليه بيقول لك طوالي No questions have been added yet. No questions have been added yet. ده أول مرة. أول ما تضيف questions ثاني ما بيجيبك. فتقوم تقول له edit quiz طيب. Edit quiz. وفي edit quiz عندنا هنا أول حاجة باليمين خالص في كلمة شفل دي بيل كان عندنا شفل في السيتنجز الشفل بتاعت السيتنجز ديك شفلينج للأوبشنز أما الشفل دي شفلينج للكويشنز يعني الطالب الأول يجيب كويشن 1 كويشن 1 بتاع الطالب الثاني حتة ثانية كويشن ثانية فإذا if you want shuffling of the questions you check this box أول تحتها طوال عندنا add دي الحته بتاعت adding the question the adding the question وعندنا حته ثانيه فوق هنا في select multiple items ده هنا للتعامل مع الكويز اذا في items you want to select items عشان يا تمسحهم يا تعمل لهم حاجه اذا دي الثلاث حاجات اللي انا دايركم تشوفوها فوق هنا في حاجه اسمها maximum grade 10 اصلا كانت محدده من اول لكن انت خليتها 10 باي ديفولت، لما تجي هنا اذا عندي 20 سؤال ودايرهم 20 درجه بقوم اقول له طيب 20 الماكسيموم سيف واجي لاد،
أدي أنا هجيب لكم وبعدك بنجيب هنا ونمشي للحاجة الثانية في preparation. You can add a new question. You can add a question from a question bank. You can add a question from a question bank لكن through random selection. يعني في from question bank وفي random selection, random questions from different banks. ما هنعمل أي حاجة الآن لحد ما نمشي للحاجة الثانية. خلاص نحن we prepared الكويز, we prepared the quiz كتمبلت فاضي, خليه فاضي كده ونرجع للكورس حق. إذن دي في البريباريشن قلنا بنجهز بلوبرينت وبنجهز البلوبرينت بأنواعه وبنجهز questions, والquestions دي بتكون في question bank, وبعدها نجي نجهز الكويز settings, بعدين نجهز الكويز نفسه. خلاص نتجاوز البلوبرينت, دارين تجهيز الكويشنز وتجهيز الكويشن بانكس وتجهيز الكويز نفسه من ناحية سيتنز ومن ناحية إضافة الأسئلة. دي حتة هنشتغل عليها شوية. الكلام ده وين؟ داخل مود. طيب نجي لحتة مهمة جدا في مود, اللي هي دي بالمناسبة عندنا عليها اكتيفيتي تانية. معليش خلوني هنا أنا أفتح لي صفحة جديدة يوتيوب عشان نمشي هنا ونمشي ده أنا نمشي للكورس. شو ده الكورس بتاعنا الأساسي. طيب نحن هنا في التريننج دي الحتة المهمة دار أنا أصلها, إنه في الكورس حقك مفروض يكون في بانكس question banks, بس المسميات هنا مختلفة شوية من المسميات اللي بنفهمها عموما. هنا البنك لما نقول بنك بنتكلم عن موديل كلها كموديل, موديل كلها اللي هو السيستم عنده بنك واحد بنك. بعدين كل كورس كاتيجوري, اللي هي كورس كاتيجوري معناها a collection of courses تابعة لجهة معينة أو لنشاط معين أو كده. عشان كده أنا جبت السايت هوم هنا. أنا لما أجيب سايت هوم, السايت هوم بتاعي هتلقاه مقسم لكاتيجوريز. الكاتيجوري الأولى دي مثلا اسمها assessment and evaluation, دي courses, دي courses. لكن في categories educational research knowledge leadership and management training capacity building. لا هنا نحن إذا لا دي كورسات, دي كورسات. يفترض أنه من ناحية تنظيمية أنت يكون عندك كورس كاتيجوريز. يعني أنا ممكن أقول كلية الطب, كلية الصيدلة, كلية طب الأسنان, كلية الطب دي كاتيجوري بتاعت كورسز. أو أقول بري كلاركشيب دي كاتيجوريز, كورس كاتيجوريز. لما يكون عندك كورس كاتيجوريز داخل موديل بيكون عندي بنك بتاع الكاتيجوري. أنت إذا ما عملت كاتيجوري هو باي ديفولت بيعمل كاتيجوري اسمها ميسيلينيوس. فإذا أي كورس تعمله هيضاف لميسيلينيوس دي إذا أنت ما عملت كاتيجوريز. فإذا في حاجة اسمها كورس كاتيجوريز دي بيعملها بالمناسبة الموديل ادمنستريتر ما أنت كتيتشر. لكن الكورس بتاعك تابع للكاتيجوري. فإذا عندي السيستم وعندي كاتيجوري بتاعت كورسز عشان ما نتلخبط, وعندي كورس, فبكون عندي بنك للسيستم بيجمع فيه الأسئلة بتاعت كل الكاتيجوريز, وعندي بنك بتاع الكاتيجوري, كل كاتيجوري عندها بنك بيجمع فيه الأسئلة بتاعت كل الكورسز في الكاتيجوري, وعندي كورس بنك ده بيجمع فيه كل الأسئلة بتاعت الأكتيفيتيز in that course. فإذا تسمية بنك هنا معناها بنك كبير لكل السيستم, وبنك أصغر منه لكل كاتيجوري, وبنك أصغر منه لكل كورس, ده اسمه بنك. لكن أنا جوا البنك عندي حسابات,
عندي حساب، حساب للحاجة الفلانية وحساب للحاجة الفلانية وحساب للحاجة الفلانية. Do not be confused. دي بيسموها كاتيجوري، ما بسموها بانك. يعني البانك بسموها كاتيجوري غير الكاتيجوري بتاعت الكورسز، فبسموها كاتيجوري. إذن دي كاتيجوري معناها شنو؟ معناها حساب، حساب في البنك، حساب في البنك بتاع. يا تعمل انت كاتيجوري براك من عندك كده، تقول انا داير اعمل لك كاتيجوري اسميها كده واخد فيها اسئله، او انت بتشغال بتعمل في كويزز، اي كويز تعمله اي اسئله تضيفها لهذا الكويز، موديل والاوتوماتيكالي جنريت اند كرييت كاتيجوري اللي هو كويشنز كاتيجوري للكويز بتاعك ده، بنفسي اسم الكويز. بعدين اذا جبت اسئله من حته ثانيه بيقوم طوالي انشئ لها كاتيجوري اللي هو حساب في البنك، حساب في البنك. تاني في سيستم بنك في كاتيجوري، بنك كاتيجوري بمعنى كورس كاتيجوري، وفي كورس بنك، ثلاثة مستويات جواهم. أي بنك جواه في كاتيجوريز اللي هي حسابات في البنك. طيب عشان نشوف الشكل ده بنمشي نحن الآن، أنا أرجع للكورس بتاعنا بتاع البراكتس دي. أنا عندي الكورس بتاعي، دائرة أشوف، دائرة أتعامل مع الكويشن بانكينج إيشو دي. بتمشي في الكورس منيو، في الكورس منيو حكاية البانكينج أوف كويشنز ما ظهر. يو جو داون لحد مور، يعني مور سيتنجز. لما تضغط بيقوم يجيب لك كل الأيتيمز بتاعت ال الايتيمز بتاعت الكورسز سيتنجز دي، بتجيب لي هنا. لو لاحظت اخر واحده فيهم اسمها كويشن بانك، كويشن بانك، لكن ده شنو؟ في كويشنز وفي كاتيجوريز وفي امبورت وفي اكسبورت، ودي اللي احنا قاعدين نتعلم نتعامل معاه، لانه في اي سويت الكلام ده موجود بمسميات مختلفه. يعني لما نمشي بعد شويه لاكزام فيو، اللي هنا اسمها كاتيجوريز في اكزام فيو اسمها بانكس، اسمها بانكس، يعني البانك اكاونتس اسمها بانكس، وهنا البانك اكاونتس اسمها كاتيجوريز. خلينا نبدا بكاتيجوريز دي. لو ضغطت على كاتيجوريز يعني معناها ورينا الكاتيجوريز اللي حاليا موجوده. جاب لي اول حاجه question categories for course، الكورس بتاعي اللي اسمه for practice دي عنده category وجواها default for FP. يعني هل كورسي ده عنده category واحده بس، عنده بنك واحد؟ ايوه عنده بنك واحد معمول by default واسمه default for practice اللي هو FP. طيب تحت نزل لي لتحت قال لي question categories for category courses. الكاتيجوري اللي اسمها courses اللي فيها كل الكورسز دي اللي هي miscellaneous يعني، دي عامل لي لها default for courses، ويمكن انا اعمل وحدات ثانيه جوا الكاتيجوري بتاعت courses دي. بعدين في كاتيجوري ثانيه، يعني معناها انا في موديل بتاعي ده في two categories الان، في كاتيجوري اسمها courses وفي كاتيجوري اسمها teaching and learning. لكل واحدة عامل لي default bank اللي هو مسميه category، سماها question categories for category courses. كاتيجوري الثانية دي مجموعة مقررات، وكاتيجوري دي معناها bank. فأنا عندي بنكين بتاعات categories، وعندي bank للسيستم كله اسمه question categories for system، عامل لي فيها ديفولت واحده بس. الاسئله اللي تتعمل في السيستم ده كلها المفروض تمشي للكاتيجوري بتاعت السيستم. فدي اذا مسميات مهمه جدا. I have to stop for 2-3 minutes عشان لو في زول عنده سؤال في الموضوع ده يساله، عشان لما نمشي لقدام يكون القصه دي واضحه. Do you have any questions في المرحله الاولى؟ يلا يا سليمان اتفضل. الله يعطيك العافيه بروف. الله يعافيك. طيب من ناحيه البنك، هل السيستم يعطيني نوتيفيكيشن او نوتيفاي انه والله الاسئله بين اوفر يوزد ماني تايمز، وانه شود اي تشينج ات،
ولا لا من ناحية هذه؟ مش هو السيستم ما بيديك نوتيفيكيشن اوتوماتيك، لكن انت سؤال جميل جدا. اول حاجه انا قلت لك شنو؟ قلت لك في كاتيجوري بتتعمل اوتوماتيك لكل اكتيفيتي. لنفترض انه انت شلت اسئله من كويشن باك معين واضفتها لكويز، هو بقوم الكويز ده يعمل له بنك كاتيجوري يعني يسميها كويز 1 مثلا. وبالتالي انا if I want to analyze، انا افتح الكويز واشوف الاسئله اللي فيه واعمل لها checking في الكورس كاتيجوري او في السيستم كاتيجوري عشان اشوفها استخدم من ياتو بنك. اذا الاجابه على سؤالك النقطه دي في السيستم بتاع موديل ضعيفه شويه. اوكي. يعني الريبورتنج حقها بيحتاج يشتغلوا عليه شويه ناس. يعني مثلا دكتور في بعض الميد تيرمز ولا الكويزز لو يعني اخذنا اكثر من باتش، احنا الباتش الرابع الان في الميديكال اديوكيشن. اوكي. وفي نفس من الباتش 1 والباتش 4 هو والله سيمس الاسئله، ما كان في اني امبروفمنت او ديفلوبمنت لنفس الكويستشنز. فعلى اساس كذا انه نقدر نقول إن والله الـ questions 1 أو 2 being overused 100 students ولا 200 students you should be modified it ولا من الكلام هذا يعني. تمام كلامك صحيح 100%. في 3 issues. الإشو الأول مفروض let us check في السيستم بتاع موديل دي هل في reporting بالمعنى اللي انت تقوله ده ولا لا. This is one. نمرة 2 مفروض الـ course organizers هم to check كل مرة قبل ما يعملوا quiz إنه الأسئلة استخدمت كم مرة والكلام اللي أنت تقوله ده analysis، يعملوا analysis. وبالتالي أي ودي نقطة مهمة جدا، لأنه نحن الآن دي واحدة من الإشوز we need to address، إنه أنت كيف when you prepare a question you make sure that the question was not used before. والكلام كلامك صحيح absolutely. ف we need to work in it من ناحية موديل، we need to work on it من ناحية organizers بتاعين الكورس. اوكي، اني كويستشن ثاني وضحت لاكيرا الاستراكشر بتاع كلامنا ده اللي انتم شايفينه في الشاشه دي، انه في حاجه اسمها بنك، وبالتالي البانكس دي 3 انواع بنسميها كويستشن كاتيجوريز، وجواها بنسميها بانكس، جوا كل بنك في كميه من الكاتيجوريز اللي هي حسابات في البنك. عندنا 3 بانكس، البنك الكبير بتاع موديل، مش موديل كله كموديل، انت اشتراكك في موديل يعني، وعندك بانك لكل كاتيجوري من الكورس كاتيجوريز، وعندك بانك لكل كورس. طيب اذا الاستراكشر واضح نجي للنقطة الثانية، how do you add questions؟ معناها دارين to add questions للبنك عشان نقدر نستخدمها وين؟ في الكويز. ممكن من هنا طوالي. أنا الآن كنت فاتح الصفحة بتاعت categories، ممكن طوالي I can jump للصفحة بتاعت questions. قام هو by default اختار لي ال question bank اللي جواه في category. ال question bank بتاع الكورس. جواه في، قال لي أنت عندك في category واحدة، لأن أنا لو فتحت هنا ما حلقة غيرها، لكن ممكن بالمناسبة ممكن أضيف من هنا، أضيف لأي كاتيجوري لأنه ده البنك كامل بتاع السيستم. فأنا ممكن أضيف ل default for courses، وممكن أضيف في default for teaching and learning، وممكن أكون أضيف طوالي مباشرة في السيستم. يعني أنا من هنا ممكن أضيف questions على 3 مستويات، إما لكاتيجوري أو كاتيجوري اللي هي course كاتيجوري ما بانكينج كاتيجوري، او اضيفها في السيستم او اضيفها للكورس. انا ممكن ابدا بالكورس، انا داير اضيف اسئله للكاتيجوري بتاعتي بتاع هذا الكورس، او انا داير اضيف كاتيجوري جديده، ما في مشكله، انا داير اعمل لك كاتيجوري جديده الان. فبقوم انزل تحت حالقى شنو؟ كرييت نيو كويشن، لكن النيو كويشن ممكن اضيفه في كاتيجوري جديده. لاحظ لما اقول لك question قال لي ياتو نوع وما عارف ايه والكلام. طيب سوري، انا ارجع لكاتيجوريز مش الكويستشن.
وهنا هنا I can add a new category. خلاص add category. أنا أقوم أقول أنا دار أضيف test category. test category يعني كاتيجوري تجريبية. category صح. وأقوم أوصفها وأديها نمبر لو داير. لكن دار تضيف تبعياته بنك. هل دار تضيف تحت كاتيجوري؟ ولا دار تضيف وين؟ وأقوم أفتح هنا وأنا دار أضيفها في بتاعت التيتشنج أند ليرنينج ولا بتاعت الكورس ولا في السيستم دار تضيفها وين؟ هل أضيفها تبع دي اللي هي بتاعت الكورس يعني؟ إذا دار تضيفها تبع بتاعت الكورس you don't need to do anything بس تخليها تبع الديفولت فور فقط فور كذي وأقول له add category. يبقى أنت ككورس كوردينيتر ممكن تضيف كاتيجوري كسب كاتيجوري في الديفولت كاتيجوري بتاعت الكورس. أنا أضفت كاتيجوري هنا ودي هعملها لموضوع محدد يعني موضوع محدد. وهي لما تضاف بتضاف لي في الكاتيجوري جوه الأسئلة تضاف لي هنا وأوتوماتيكالي تضاف في الديفولت فور براكتس دي. أول حاجة لاحظوا الديفولت فيها زيرو والتست كاتيجوري فيها زيرو. أنا هفتح تست كاتيجوري دي الآن، فتحتها الآن ودار أضيف لها سؤال، هي دي تست كاتيجوري وأقول له كرييت نيو كويشن مالتيبل تشويس كويشن أد ويتش ده السؤال بتاعي، لا سوري ده رقم السؤال أقول له كويشن 1 ده اسم السؤال بعدين السؤال نفسه what is the question which وبعدين الديفولت مارك is 1 وبعدين اذا في فيدباك عمومي وبعدين نمبر وبعدين هل هو one answer only ولا more than one multiple answers وبعدين الشفلينج انت مقبل قلت شفلينج خلاص خليها بعد كده انا بيجي اقول له x هل الاجابه صحيحه ولا لا اذا ما صحيحه بخلي نن وإذا في فيدباك بكتبه هنا فيدباك لما نجاوب على السؤال ده أديه فيدباك وأمشي للإجابة الثانية اللي هي واي. واي دي إذا كان إجابة وحيدة بقول له الإجابة دي لو جاوبها 100% لكن لو كان مالتيبل وهم ثلاثة إجابات بدي دي 33.3% ودي اللي بعدها 33 وهكذا لكن ده لأنه إجابة واحدة بخليها 100% وبعدين أمشي زد دي الإجابة نمرة 3 وأقول له نن خلاص أنا اكتفيت بثلاث إجابات وقلت له سيف تشينجز الآن أنا أضفت سؤال في الكاتيجوري دام قال لا يا أخي التست كاتيجوري دي فيها سؤال ولو عملت كده ومشيت للديفولت دي الديفولت دي لقيت السؤال برضو فيها لأنه للكورس في كاتيجوري وفي سب كاتيجوري اسمها تست أنا عملت فيها سؤال واحد. السؤال ده بيتضاف للكاتيجوري اللي أنا عملتها وأوتوماتيكالي بيتضاف للكاتيجوري بتاعت الكورس. لنفترض إنه أنا عملت ثلاثة كاتيجوريز جوا الكورس كاتيجوري بتاعتي، ثلاثة كاتيجوريز. وضفت سؤالين هنا وسؤالين هنا وسؤالين هنا، يقول لي دي فيها اثنين، دي فيها اثنين، دي فيها اثنين، والكورس كاتيجوري الديفولت فيها ستة. لأنه كلهم مجموعات لي فوق في الكاتيجوري بتاعت ديفولت فور ذا كورس. ده هنا إضافة الأسئلة طيب دي إضافة سؤال سؤال هل في طريقة أنا أضيف كمية بتاعت أسئلة مرة واحدة الموضوع دي مهم جدا هنتطرق له هنتطرق له مرة ثانية لأنه banking of questions is very important you can actually import questions إذا الآن إذا عملنا مع categories وإذا عملنا مع questions دارين نتعامل مع import طيب عشان نذكركم انا داير اطلع كله من الحته دي وادخل ليها ثاني انا داير اطلع الكورس برا انا داير امشي الحته بتاعت البانكينج ده بمشي وين؟ بمشي هنا في الكورسز منيو وبمشي مور بجيب الايتمز اللي موجوده في الكورسز منيو كلها بلاقيني كويشن بانك فيه اربع حاجات كويشنز كاتيجوريز وامبورت أنا لو داير امبورت ممكن أدخل لها طوالي أو أنا لو دخلت لأي واحدة من ديل بدخلني في الحتة دي ذاتها اللي أنا كنت فيها قبل شوية اللي هي فيها questions
وكاتيجوريز وامبورت واكسبورت. الان انا جيت في امبورت لكن كان ممكن اكون في كويستشنز واجي لامبورت من هنا. لما نجيها تو امبورت كويستشنز يعني شنو امبورت كويستشنز؟ معناها انا الاسئله اصلا عندي موجوده لكن موجوده في هذا الشكل، اما موجوده في النظر بلاتفورم، في النظر بلاتفورم، ومن البلاتفورم ذاك انا عملت لها اكسبورت، قام عمل لي ملف معين بفورمات معين. ليه؟ لانه كل بلاتفورم يتقبل questions format، يعني موديل عنده موديل فورمات اسمه موديل XML فورمات، ويب سي تي عنده ويب سي تي فورمات، بلاك بورد عنده بلاك بورد فورمات، الكلوز ده نوع معين من الاسئله عنده فورمات معين، الجيفت فورمات، الميسنج وورد فورمات، الاكزام فيو فورمات. انت ده تجيب questions بياتو فورمات، تقوم تحدد له من هنا انت هتستخدم ياتو فورمات عشان وين يو دراج اند دروب ذا فايل هنا هو يتقبله ويعمل له conversion من الفورمات اللي انت جبته دي للفورمات بتاع موديل. دي حته غايه في الاهميه وهنقوم نحن نتدرب عليها الليله دي، انه اذا عندي وورد فايل انا لازم احوله لحاجه اسمها الايكن فورمات، ومن الايكن فورمات اجي اقول له يا انا عندي ملف ايكن فورمات واعمل له دراج اند دروب هنا ويقوم طوالي يحصل له امبورتيشن. او انا شغال مع جامعه ثانيه مستخدمه منصه اسمها بلاك بورد، قمت من هناك عملت اكسبورت للبلاك بورد فايل وجيت هنا في موديل قلت له انا عندي فايل في بلاك بورد فورمات، يقول لي جدا دراج اند دروب هنا. او انا شغال في اكزام فيو، او شغال بالجيفت فورمات، او شغال في ويب سي تي، او شغال مع جهه ثانيه في موديل برضو، انا من هناك اعمل له اكسبورت كموديل فورمات واجي هنا اعمل له امبورت كموديل فورمات، موديل لكن اكس ام ال فورمات اللي هو بتاع المنصه. فاذا دي حته مهمه جدا، يو نيد تو نو ذا فايل فورمات اكسبتابل تو موديل، اللي هم ديل 8 انواع من الفورم ما هنقدر نمر عليها كلها، هنمر على ايكن والبلاك بورد فورمات، حتى الاكزام فيو فورمات نتيجه لصعوبات معينه. You are not advised to export الفايلز من اكزام فيو في اكزام فيو فورمات، في شويه تكنيكال ايشوز، ولكن اكزام فيو عنده الخاصيه بتاعته انه تو كرييت اور جنريت اذر فورمات. اكثر واحد ايزي تو يوز از بلاك بورد، فمن exam view we are going to export files in blackboard format. إذا ركز معانا في icon format و blackboard format. ده موضوع ال importation of questions. لما انت تعمل import questions وتجيبها هتضاف هنا. في ال practical هيعملوا لكم شوية practice في النوعين من الفورمات دي. أنا داير أشوف إذا كان ال اوكي ما في البراكتس فايلز ما شايف سيب بانكين ايوه اوكي في حاجات ممكن نستعملها فور براكتس ليتر اون ولكن نسحبها هنا في الديسكتوب افضل. طيب ده ايشو نحن هنعمل له براكتس ليتر اون. انا توقعت يكون عندي واحد جاهز اعمل له امبورت لكن وي نيد تو بريبير ذا فايلز من الوورد فايل نحولها للايكن وبعدين نيجي نعمل لها امبورت. انا الان عشان الصوره تكتمل خلونا نمشي للخطوه. تو ريكابيتوليت الجزء الاول، وين يو بريبير، وين يو بلان اند بريبير فور ذا اكزام، يو نيد تو واحد تعمل بلو برنت، اثنين تعمل questions you design or construct questions، تشيل ال questions دي تحطها في بنك تعمل لها banking،
وتقوم تجهز كويز. الكويز ده تجهيزه مرحلتين، تجهز السيتنجز وتضيف الاسئله. نحن الان هنضيف الاسئله عشان تكون preparing for exams دي كلها اكتملت. يبقى نطلع برا الكورس ليف ونرجع للكويز بتاعنا ونقول له افتح الكويز، هيقول لي ما فيه questions، اقوم اقول له edit quiz. لاحظوا انا الكويز بقول له add a new question، a new question بيجيب لي شكل نفس الشكل اللي جابه لي لما قلت ده اضيف question للبنك. وهنا هقوم اقول له add multiple choice question برضه. وهنا انا اسميه 1Q1 معنا question 1 في quiz 1. وبعدين هنا text our question how are you. وبعدين اجي هنا احط الحاجات دي كلها لان دي فيدباك وشنو شنو 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 وامشي للاجابه الاولى اقول له دي واقول له نن وامشي للاجابه الثانيه اقول له سي ودي الاجابه الصحيحه 100% وامشي للاجابه الثالثه اقول له بي والاجابه الرابعه اقول له اي وانا اضفت السؤال بتاعي سيف تشينج. يلا انا داير اشوف هنا يلا الحصل شنو يعني؟ الحصل انه اضاف لي السؤال مباشره للكويز. اضاف السؤال مباشره للكويز. انا داير اضيف سؤال ثاني لكنه من البنك. اقوم اقول له يا اخي انا داير اد a question from question bank. قام قال لي مينياتو كاتيجوري. انت عندك كاتيجوري اسمها ديفولت فور اف بي وتحتها في تيست كاتيجوري، دي فيها سؤال ودي فيها سؤال لكن يهو نفس السؤال. لو تتذكروا احنا عملنا تيست كاتيجوري تحت الديفولت فطوالي اول ما اضفنا سؤال في التيست اضافه طوالي في الديفولت. عشان كده وانا في الكورس بجيب لي الديفولت لانه الاسئله كلها بتاعت الكورس كلها ما سب كاتيجوريز، لكن لو داير انا اشيل من سب كاتيجوري معينه بقول له لا انا داير اشيل من السب كاتيجوري دي. قال لي فيها سؤال واحد نقول له ادينا له. اخترت السؤال وقلت له اد سيلكتد كويشن. بقى الكويز بتاعي فيه سؤالين، واحد كتبته مباشره واحد جبته من البنك. واقوم انا اقول له نيو كويشن لكن المره دي اقول له ترو اند فولس. اقول له اد واقوم اقول له 1Q2 اللي هو كويز 1 كويز 2 واقوم اقول له ما هو ده ترو اند فولس بس ترو اند فولس assessment is always طبعا فولس. يلا الاجابه correct answer false خلاص. قمت قلت له save changes. انا اقول له save changes و continue editing معناه داير اواصل في الكويز داير اضيف له حاجات خلاص وداير اضيف ثاني سؤال. لكن هنا انا بقوم اقول له cancel عشان امشي للكويز. الان الكويز وين السؤال اللي ما اضفته دقيقه add a new question false add question name two relative والإجابة false وبعدين سيف تشينجز. ايوه الان بقى عندي ثلاثة اسئله، واحد كتبته مباشره ام سي كيوز، واحد جبته من بنك، واحد عملته مباشره ولكنه ترو اند فولس. كده انا خلصت الان، الان خلصت اضفت اسئله وقمت خلاص بحتاج بس اطلع اقول له فيرست كويز يعني اطلع. المره دي ما قال لي no question added لكن وجاب لي بدل attempt quiz. الان هو جاهز لكن انا داير اضيف له اسئله ثانيه
ايوه عندي حاجه ظاهره هنا اسمها the quiz menu. quiz menu وده مهم جدا. I want you to check it very carefully لانه فيه عناصر كثيره جدا جدا هنتعامل معاها في باقي الاسبوع بتاعنا. اول حاجه فيه حاجه اسمها جروب اوفر رايد، وفي حاجه اسمها كورس اوفر رايد، يوزر اوفر رايد. هنا عندي edit quiz لو انا داير اعمل له editing، وعندي preview quiz لو انا داير اعمل له preview، يعني داير اشوف شكله بيطلع كيف للطلب. لكن اهم من كده اللي هي المراحل اللي هنشوفها بعد ذاك، انه بعد ما الطلبه يمتحنوا النتائج الجريدز شنو، الريسبونسز شنو، الاستاتستكس شنو، المانيوال جريدنج. اربع حاجات دي لها علاقه بالريزلتس. دي مرحله، دي مرحله، دي المرحله بتاعت قبل الانتربريتيشن. انا داير تو لوك ات النتائج وعمل لها انتربريتيشن والكلام ده اللي هي ستيب نمبر 3. والجريدز والكلام ده بعد ما اكون انا عملت المستوى الثاني اللي هو الجريدنج الايفالويشن. اذا الامتحانات بتتعامل في موديل وهو بيعمل لها اوتوماتيك جريدنج اللي هو اوتوماتيك ايفالويشن، بيتخطى لي المرحله الثالثه اللي هي ايفالويت. انا لازم امثل المرحله الرابعه اللي هي انتربريت، فاي لوك ات ذا ريزلتس واشوف مشاكلها شنو عاليه واعمل ايتم اناليسيس والكلام ده هنا في ريزلتس. عشان انا بناء على الكلام دي اقوم اعمل ديسيجن ميكينج واكشن، تكون الدوره اكتملت. اذا انا المرحله الاولى بلاننج اند بريبيرنج دي وصلتها لحد الامتحان بقى جاهز، لكن انا لسه ما كملت، داير اضيف بضغط له edit quiz ورجعني لنفس الحته. I can add questions directly, I can add questions from a question bank. ولانه هسه حاليا ما عندنا question banks كبيره، selection of questions automatically دي ما موجوده، اللي هو هنا randomly دي، randomly الا يكون عندي كميه من ال questions وكميه من ال banks I can try random questions. طيب الى الان انتهينا فقط من المرحله الاولى في الاسسمنت سايكل اللي هي planning and preparing for assessment. planning and preparing for assessment. المستوى الثاني هو المرحله بتاعت الكوندكشن اوف ذا اكزام، هنخليها الان عشان نشوف نفس الكلام ده علاقه اكزام فيو بالكلام ده شنو يعني. where does this assessment suite الاضافيه اللي احنا جايبينها دي وين دوره في البلاننج اند بريبيرنج؟ وهنا انا لازم اجيب واسال واسالهم لي تسنيم وجهاد واروى، الناس دي نزلوا اكزام فيو ولا ما نزلوا؟ كل واحد عنده نسخه من اكزام فيو يا جماعه. كده اول حاجه الناس الاونلاين. سميره عندها سؤال وبعد ذلك نسال سؤالنا نحن. سميره اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا بس بسال القصه بتاعت الكويز دي بيت كومبليكيتد. اذا مثلا دقيقه ما بخليك تمشي لقدام. عباره زي دي عباره يعني مثبطه بتخلي الباقيين عملت ليهم الان حاجز نفسي. والله يا بروف لا انا زي الحوصته كده، لانه لما بنقول كاتيجوري تقولي والله يا بروف تو مي فعلا، لانه انا والله المرحله كده حسيت انه انا حوصتها من حته كاتيجوري وكاتيجوري وسيستم وكاتيجوري. فجاني سؤال طوالي، هل احنا لو اضفنا قبل السؤال يعني انا مش وقفتها وقفتها بعد التصنيف الاول بتاع بانكس وكاتيجوريز وكويستشنز وقفتها، قلت اذا في زول الحته دي ما فاهمها يسال هسه عشان نوضحها. لأنه انا رافع يدي من قبل يا بروف بس ما كنت داير اقاطع. معلش طيب اتفضلي. فاحنا ما ممكن مثلا زي ما اضفنا اساينمنت وزي ما اضفنا فورم كان دايركتلي، اذا سيمبلي الزول بس اد اكويز وبدا يحط الاسئله، موديل ما بيحفظ الاسئله دي اوتوماتيكلي عنده في البنك؟ يحفظها. لكن احنا حبينا نوضح لك الصوره كامله. هسه انا قلت لك دقيقه بس عشان اجابتي على سؤالك تكون عمليه. هسه نحن مش عملنا كويز فيه ثلاثه اسئله؟ ايوه عملنا كويز فيه ثلاثه اسئله. الكويز ده نحن عملناه وما قلنا له اعمل كاتيجوري ولا اي حاجه، خلاص ما قلنا له اعمل كاتيجوري.
الآن أنا لو قلت له داير يجيب لي سؤال من question bank، لما نجي هنا قال لي في default category اسمها FP1 فيها سؤال واحد، وفي category اسمها test category فيها ثلاثة أسئلة، يعني automatically أضاف الأسئلة بتاعت الكويز لكاتيجوري اسمها test category. أنا لو كنت ما عملت تداخل كان عمل كاتيجوري جديدة سماها باسم الكويز وأضافه هنا، كانت بقت كاتيجوري جديدة، لكن لأنه أنا I created the category و I created the test category، بعد كده هو بقى يضيف الأسئلة بتاعته للتست كاتيجوري دي، لأنه هنا لاحظي هنا دقيقة، لما هنا لما نقول له add a new question وقلت له multiple choice قلت له add، هنا جاب لي انت ده تضيفه وين، خلاص ده تضيفه وين، هنا هل في FP ولا في test category، الأسئلة بتاعتك اللي انت السؤال اللي حتضيفه هسه ده تضيفه لياتو كاتيجوري. فإذا انت لما يكون عندي new quiz you can determine where you want to put it. فإذا الإجابة على سؤالك it depends على انه انت حتتناول الموضوع كده. طيب انا ليه رجعته كاتيجوري ستة؟ عشان الصورة عندك تكون مكتملة، عشان لما تجي تقول انا داير اختار سؤال من بنك، بدي ارجع انا هنا questions اقول له leave، لما نقول له داير اضيف سؤال من بنك ارجع خطوة للوراء، ده الفيرست كويز، خلاص داير اقول له add question from bank، عشان انت تكوني فاهمة ده شنو ده what is this. لو انت ما عارفة ده ما حتعرفي تختاري من وين، انت ما بعد شوية حيكون عندك في موديل 15 بنك، انت دايرة من ياتو واحد، لا انت عارف تلقيه وين، تلقيه هنا، تلقيه هم دير كل الكاتيجوريز اللي هي الحسابات في البنك موجودة. فيو كان سيلكت كويستشنز فروم اني اوف ذيس كاتيجوريز، اللي هو كاتيجوري معناه حساب بتاع اسئله في البنك. لكن انت لو دايرة سيمبلي تقولي انا داير امشي ادخل واقول اعمل كويز اللي هو انا عملها، مشيت للكورس وداير في الكورس دي اضيف كويز جديد، اقوم اقول اد واد كويز، خلاص اقول له اد كويز جديد، اضفت كويز جديد، خليك من السيتنج، وقلت له سيف ريتيرن تو كورس، خلاص عملت السيتنج وعملت الكويز الجديد، وهو ده الكويز الجديد، لما فتحته قال لي ما في وسيله، اقول له اديت كويز. طيب الكويز ده داير تضيف له اسئله من وين؟ اقول له كده نيو كويستشنز، واقوم اقول له مالتيبل تشويس اد، مباشره كلامك اللي انت قلتيه كويستشن 1 11 خلاص، وهنا بلا بلا والاجابه شنو؟ اجابه اكس واي زد، ودي الاجابه الصحيحه 100، وهنا مشيت قلت له ايه يو في، وقمت قلت له سيف تشينجز، يلا انا عملت كويز جديد واضفت له سؤال واي حاجه، خلاص انا داير اضيف له من بنك، قلت له اد فروم بنك، قام جاب قال لي ديفولت فور كده فيه سؤالين والتست كاتيجوري فيه ثلاثة أسئلة كده، يقول لي ورينا الكورس دي، قال لي هذه الأسئلة في الكورس كلهم موجودات في الـ FP اللي هو for practice for practice including السؤال اللي أضفناه هسه question 11 أضافه لي للجنرال كاتيجوري بتاعت الكورس automatically. أي سؤال تضيفيه بيضاف automatically للبنك، أي سؤال تضيفيه بيضاف automatically للبنك. طيب عملنا الكويز بتاعك اضفنا فيه سؤال، السؤال يضاف للبنك اوتوماتيك. طيب في سؤال ثاني غير هسه كده بقت وضحت بعض الاشياء يا سميره اضافيه يعني؟ ايوه يا بروف، تسلم كثير. ده الكويز وديك الاريا بتاعت التعامل مع الكاتيجوريز والبانكس اوف كويشنز،
دي بنجيبها من وين؟ بنجيبها من الكورس منيو. الكورس منيو انا شغال في الكورس بره كده، بمشي هنا وامشي لمور، وفي اريا كده للكويشنز، اضافه الكويشنز مباشره للبانكس اللي هي اسمها كاتيجوريز، وفي الكاتيجوريز نفسها اللي هي حسابات البنك، وفي امبورت اللي هي قلنا هنشتغلها ليتر اون، وفي اكسبورت اللي هي عكس، انا داير تو اكسبورت ماي كويشنز عشان اديها اوديها مكان ثاني. طيب في اي تعليق او سؤال على الحته دي سو فار عشان قبل ما نبدا اكزام فيو؟ وسالنا سؤال دايرين الاجابه عليه، يلا. هل الناس عندها اكزام فيو جاهزين للسكند بارت اوف ذيس سيشن؟ نزلت اكزام فيو دقيقه. وعليكم يا بروف، كيف الحال؟ اهلا وسهلا، يا مرحبا. اكزام فيو موجود في الفولدر اللي تسلم لكل الطلاب، حنشتغل باكزام فيو 8. ايوه 8، ايوه عندهم يعني. ايوه ايوه سلمناهم فولدر. وحتى الناس اللي هسه انا شايف في ناس كتار شغالين باجهزتهم، صح؟ الناس ايوه اللي هم ابتداء من امير وعامر وفاطمه وحناء، هناء فيصل وهناء عمر وهشام حسن، محمد العامري، مصعب، ناجي، نسيبة، رفيدة، سمير الهادي. 21 طالب يا بروف. لازم انطقهم واحد واحد، كلهم عندهم. اوكي. هاي يا جماعة. أنا ما عندي. بحاول أنزل حسن. يا بروف أنا مستغربة لأن الناس حاضرة السيشن من البيت. السيشن دي مفروض فيس تو فيس عشان الموضوع ده، عشان يكون عندهم عشان التكنيكال سبورت الانتراكشن. نعم ايوه ايوه مهم جدا السيشن تتحضر فيس تو فيس، لانه انا بعد شويه المعذره يا بروف نحن جوا القاعه لكن بس عشان نتابع. في ناس برا لكن في ناس كتار جوا. لا في ناس برا. ايوه طيب يا بروف، احنا ممكن قبل ما نبدا الاكزام فيو نتناقش في الفكره اللي اتناقشنا فيها امبارح، الموضوع بتاع الاساينمنتس يسلمهم تاني وكيف الاليه بتاعه التسليم. ما دي بعد ما ننتهي من السكند بارت اوف ذيس سيشن اللي هو انا داير انتهي من بلاننج اند بريبيرنج. معلش انا قايل انه حنبدا جروب ورك طوالي، معلش. السكند بارت هو بلاننج اند بريبيرنج اللي احنا شفناها في موديل. ايوه planning and preparing في exam view. تمام هذا how to construct an exam و how to run an exam والكلام ده. خلاص تمام معك يا بروف. تمام اطمئن انه الناس عندهم الفولدر. دقيقة وانا اعمل sharing للسكرين. هي shared ولا ما shared؟ لسه ما shared. لسه ما shared. ايوه الان shared. الان shared. ويفترض انه عندهم هدي عندهم الفولدر دي، صح؟ الفولدر دي عندكم، صح؟ أول حاجة أيوة يا بروف عندهم الفولدر دي. ما خلاص دارين نمشي معاهم واحدة واحدة. الناس اللي عندهم الفولدر يفتحوها كده عشان أنا ألفت نظرهم لبعض الأشياء وهم يبدوا يتعاملوا معاها طوال. أول حاجة الفولدر يا جماعة، لو الفولدر دي ما عندكم أكدوا، لكن أنا يعني دي هالفولدر اللي إحنا ادينا له. طيب إذا دي الفولدر اللي ادوكم ليها وعندكم فعلا، لاحظوا أنا لو عينتوا للديسكتوب بتاعي فيه شورت كاتس لحاجات لونها بنفسجي جوا الفولدر. الحاجات اللي لونها بنفسجي جوا الفولدر دي يعني أنا خليني معلش أكبر الديسبلاي سيتنجز دي وأعملها 175%. افتكر كده الحاجات ظاهره اكثر شويه. لو لاحظتوا في الفولدر في ايقونات لونها بنفسجي، الاولى اسمها اي في اللي هي اكزام فيو امبورت، والثانيه اسمها اي في مانج، والثالثه اسمها اي في بلاي، والرابعه اسمها اي في برو. كده أول حاجة الأربعة دي، أول حاجة فتحتوا الفولدر ولقيتوا الأربعة أيقونات. بس ممكن تدينا one minute عشان الناس تلقى الفولدر ده لأنهم ما لاقينه. طيب يا جماعة الفولدر اللي اديتكم اليوم تسليم اسمه e-learning ما اسمه exam view. جوا e-learning دي في فولدرز،
مكتوب على day 1 و day 2. جوا الفولدر دي مكتوب exam view، ده الفولدر الفاتح البروف هسه exam view 8. في زول اللي قاو في day 4. أيوة I have في day 4. تمام كنان برضو لقاو في day 4. الحمد لله على السلامة يا بروف. خلاص ايوه يا دارين نطمئن الناس كلها. ما يفتحوه ما بس لقوا يفتحوه ويقولوا لي ايوه ولقينا الايكونز البنفسجية واي حاجة. يلا بدل ما نزعل الناس نقول لهم لقيتوه ولا كده، نقول في زول ما لقى الفولدر او ما لقى الفولدر لكن ما لقى الايكونز الابلكيشن ديال الابلكيشنز جوا السويت. في زول ما لقى ولا نفترض انه الناس كلهم لقوا ونواصل. انا ما لقيته يا بروف. لقيت الفولدر اللي اسمه اي ليرنينج؟ طيب اي ليرنينج تول e-learning اسمه e-learning بس فيه أربع أيام وكل يوم فيه حاجات. المهم في day أيوة. في day 4 في folder اسمها exam view. انت مع الناس في القاعة ولا برا في البيت؟ انا برا يا بروف في الجروب بتاع ال KSA. طيب ما نحن خطيناها. طيب عينوا معايا يا جماعة هنا في الكورس سايد بتاع ميديكس ترينينج ونمشي في ايديوكيشنال تكنولوجي. عندك تولز اند فاسيليتيز دي؟ أيوة. e-learning tools inbox دي عندك؟ Yes. طيب لما تفتحيها بيمشي للبوكس. لا سوري يا سلمى متذكرة وين كانت بتاعت اللينك بتاعتها وين؟ اللينك بتاع downloading exam view. أيوة. لا والله يا بروف ما متذكرة معلش. اي لكن في احنا في التولز اللي قلنا لهم اول مرة ديك في داي 2 في ويك 2 ما كانت معهم اكزام فيو. ما عملنا لو داونلود خليناه بس لويك 5. لا انا متذكر اضفته سموير في هنا على اساس انه الواحد يضغط يعمل داونلود لاكزام فيو. جبته من وين؟ متذكر عملت معاه متذكر معه عملت مع دي جبناه حقك يا بروف اديتنا له قبل 3 سنين. لا اذا لانه الفيرجن 8 ده كراكت لكن الحين لو داونلود لو بقى ما كراكت ما حيقدروا يفتحوه ما حيقدروا يسووا لوجن. احنا اديناه البورتابل ده بس البورتابل اذا البورتابل بس هاي البورتابل دي ميبي از نوت اوكي. اذا هشوفوا طريقه مع تسنيم حطوه في دروب بوكس ولا في حته وادوهم اللينك للناس اللي ما عندهم ديل بس اكزام فيو 8 عشان ما انا اضغط اعمل الحكايه دي انا هسه. اوكي دقيقه just one minute. اذا كانت الحكايه سريعه حولوا ل اي في رار افضل. يا والله يا بروف احنا النت عندنا تعبان شديد. اوكي طيب كيف يرى رأى مثلا ونمشي لبوكس
طيب انا داير انتهز الفرصه واعمل حكايه عشان الاساينمنت بتاع يوم الاربعاء. هسه انا داير اعمل لينك للفولدر دي اللي هي انا حطيتها عندي في شيرنج اب اللي هو بوكس، وقمت داير اخليها تكون ظاهره عشان الناس اللي جوا بسهوله. قمت مشيت عشان اجيب لي صوره تكون ظاهره، وقمت عشان الايمجز اشوف لي ايمج كده جميله ممكن استخدمها، وقمت لقيت ايمج زي كده، وقمت قلت لي سيف ايمج، وخطيتها في اديوكيشنال تكنولوجي هنا، ورجعت للكورس بتاعي. انا داير اضيف لكم فوق اول حاجه، اقوم امشي واصل للايديتنج از اون، اقوم اقول له اد اكتيفيتي اور ريسورس، واقول له اد ليبل، واقوم في الليبل اقول له داير اضيف صوره، واقوم اختار الصوره من براوزر ستري، واقوم امشي للديسكتوب هنا واختار ايدي تك، واختار الصوره اللي انا جبتها قبل شويه دي، واقول له ابلود، واقوم انتظر اشوف حجمها قدر شنو. لقيتها 500، خليها 300 عشان حجم مناسب، ويوز از ديكوراتيف اونلي، سيف ايمج. الصورة جاتني، عملتها في السنتر، عملتها في السنتر. يلا داير اعمل لها لينك exam view enter، واقوم كليك داونلود exam view، وقمت كبرتها و داير اعمل لينك. اللينك انا بمشي لبوكس بتاعي اللي انا عملت فيه الفولدر، امشي لبوكس اهو ده البوكس، واقوم انا داير اعمل له شيرنج، اقول له شير، اكيد شير بتاع بوكس. قلت له كوبي شيرد لينك، ورجعت للكورس بتاعي هنا الصوره، واقول له لينك، واقول له كده، واتاكد انه دي اللينك بتاعت ايه بتاعت بوكس. يس كرييت لينك، واقوم انا امشي. طيب اي ونت سم ون اوف يو تو او خليني معلش خليني اجيبها فوق خالص. طبعا you can drag anything to anywhere، فانا جبتها طوالي فوق خالص، فداير one of you to click on it عشان نشوف هل حصل upload. انا طبعا من جهازي لازم يحصل لها upload في box، when you click يقوم you download it، فداير somebody to check. after you download of course you need to unzip، اعمل لها unzipping وتكون الفولدر بعد كده جاهز. طيب ده for the sake of those who don't have the folder. يلا تمام كده، في زول تاني عنده اي اشكاليه؟ عشان ندي دي فرصه لحد ما يحصل لها ابلودنج للبوكس درايف بتاعي. هم نول كانت قالت لنا ما عندها منو اللي انا يا برو. طيب فتحتي الموقع وشفتيها؟ ايوه ايوه فاتحه الموقع. طيب ظهرت لك الصوره بتاعت اكزام فيو لوجو ديه؟ لسه ما ظهرت. عامل ريفرش، عامل رايت كليك ريفرش. انت فاتحه الموقع بتاع الكورس حقنا مش الكورس حقك انت؟ ايوه ايوه. اها ظهرت كده، يعني ظهر لك كده فوق لتد. Can somebody else check؟ يعني أستاذ سعودية العامل. ثاني بروف أنا توني حملته. يعني لقيتها مش كده؟ أنا صرفت تمشي محفوظ. صحيح. يلا. إيه بعدين؟
هشام معانا؟ احنا في القاعة هنا امورنا تمام، كلهم لقوا الفايل الفولدر اللي فيه الاكزام فيو، وفتح معاهم برضو اللي على الموقع اللي انت رفعته. يعني جربوه وعملوا له داونلود لو حابين يعني، مش كده؟ لكن هم هسه حاليا ما محتاجينه لانه عندهم الفولدر. حبيت اطمئن انه حصل له ابلود ان اتس داونلود. تمام. طيب دايرين بقى شنو؟ اول حاجه انا قلت لكم تفتحوا الفولدر، جوا الفولدر في ايكون زي دي الايكون بالبنفسجي، ولقيتوها اول حاجه قبل ما نشرح ايه علاقتها بموضوعنا يعني. لقيتوها مش كده؟ اي في امبورت، اي في مانج، اي في بلاي، واي في برو. طيب انا افترض انكم لقيتوها، عشان انت يبقوا زي ما عندنا هنا في الديسكتوب از شورت كاتس، ايوه ظهرت عندهم كشورت كاتس ولا عندكم في الفولدر جوا؟ هي بتكون عندكم في الفولدر جوا، لكن ايوه عندهم في الفولدر، لكن ما معقوله في كل مره انت لازم تمشي وتفتش الفولدر وتفتح، تقوم تعمل شورت كاتس. لكن الشورت كاتس قلنا لانه ما هنحتاجهم كلهم، انا حوريك تعمل شورت كاتس لياتا. اعمل شورت كاتس ل EV import أول واحدة و EV pro آخر واحدة. كيف بتعمل شورت كات؟ بتعمل رايت كليك وتقول له send، يعني تعمل رايت كليك في الايكون هنا وتقول له send to، وتختار desktop create شورت كات. كده جربوا دي ل EV import. واعمل نفس الكلام لـ EV Pro. EV Import و EV Pro. أنا بفترض إنه 3 دقائق كافية جدا لأنه تعمل رايت كليك سند تو ديسكتوب كرييت شورت. طيب الاربع ايقونات خلينا نخلص من الاثنين الثانيات. اي في مانج دي انت بتستخدمها عشان تعمل مانجمنت للسويت، وبما اننا ما حنتعامل معاها ما في داعي نطول فيها. لكن مانج يعني شنو؟ يعني يو كان كرييت كورسز، يو كان اد ليرنرز وهكذا، وده نحن ما حنشتغل به لانه ما حنستعمل البلاتفورم تو ران اكزامز. وبالتالي اي في بلاي برضه ما هنستعملها لانه دي الاب اللي انت هتستخدمه تران زي اكزام، وبما اننا ما هنستعمله اذا ما في داعي نضيع فيه وقت. الاثنين ديل مانج اللي هي بريبيرنج ذا سويت، وبلاي اللي هو رانينج ذا اكزامز ما هنستعملها. نحن هنستعمل امبورت اللي هو ديت امبورت موضوع الامبورتنج اوف كويستشنز into exam view. و EV Pro ده الحتة اللي انت بتعمل فيها banking وبتعمل فيها اختبارات test يعني exams. دي اللي هنتعامل معها Pro و Import. Pro و Import. تمام لحد هسه؟ يلا انا دايركم زي ما انا هعمل الان من الديسكتوب. انت مش عملت تو شورت كاتس؟ لما تعمل شورت كاتس لبرو بيبقى اسمه اكزام فيو تيست جنريتر، وكده انا اعمل لكم واحده ثانيه بس معلش. امبورت دي انا اقول له سند تو، اهو دي قال لي اي في امبورت، اي في امبورت شورت كات. طبعا ممكن اعمل لها ايديتنج بس اقوم امسح شورت كات دي اخليها اي في امبورت بس. فبقى عندي تو ايكونز انا هتعامل معاها، واحد اكزام فيو تيست جنريتر،
When the exam view import. الاثنين دول انا عملت لهم شورت كت عشان ما في كل مره احتاج انه افتح الفولدر. فكتب الله اعملوا لهم خليهم يكونوا موجودات اون يور ديسكتوب كده. واحد اسمه exam view test generator والثاني اسمه exam view او EV import. exam view import و exam view test generator. وصلنا للمرحلة دي يا جماعة. ايوه يا برو. طيب احنا في الاول موضوع الامبورت لانه مهم جدا جدا. دقيقه يا برو دقيقه نحن في القاعه ما كانتش معك دقيقه بس دينا دقيقه. اوكي انا ما انا يا بروف رسلت برضو لينك في التليجرام انا كان نزلت منه البرنامج ده حسي قبل انت ما تحطه لنا في البلاتفورم فبرضو ايزي تو داونلود للناس اللي لسه ما نزل لهم يا تو فيرجن انا تقصد اللينك يا ايت في التليجرام اللينك اللي انا رسلته ولا يا تو لينك لا في واحد تاني انا رسلته قبل ما تنزله لنا يا بروف في هنا فانا اصلا عمل لي منه داونلود بكل سهوله يعني كان فيري فاست أدية من أونلاين يعني؟ أي وكراكت ولا بيحتاج لريجستريشن؟ والله أنا نزل لي طوالي اشتغل قال لي عنده فري ترايل زي شهر كده ما حتقفل أي ما بس يعني لو اللي حسي بعدين أنزل داك لو في مشكلة لهذول لسه ما نزلت له جزيل الله يعطيك العافية طيب يا بروف هو عشان نقدر نعمل الخطوه دي محتاجين نعملوا له سيت اب اول فالمفروض يفتحوا اكزام فيو برو ويكتبوا الاسم وكده عشان نقدر نعمل لا 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 ليه لانه قاعد تظهر لهم الشورت كت برا ما زي ما بتظهر عندك بتظهر كيف بتظهر شكلها اسمي يعني عارفه ده يعني ما بتظهر exam generator بتظهر شنو طيب شورت كت تو exam تو EV import شورت كت تو EV manage كده تقوم اساسا انا ظهر لي كده قمت انا اللي غيرت الاسم ايوه اوكي تمام الاولانيه اللي فوق اللي انا عندي دي لانه انا عامل سيت اب ظهر لي اولي هم لما عملوا لها دراج زي انا ما عملتها قدامهم بتاعت الاي في برو اي في امبورت ايوه تظهر شورت كت اي في امبورت بقوم غيرت الاي ايوه تظهر مباشره شورت كت مباشره ديك لما تعمل انستول للبرنامج لكن لما أيوة. تمام عادي تغير خلاص تمام ممتاز يا برو ايوه اتفضل انا لما عملت الاي في امبورت ما جاني الخيار بتاع سند عشان اوديه للديسكتوب جاني كوبي تو انتوا ما في كله سند تو ما في كيف فيو از انت في القاعه ولا في البيت لا
انا في جروب في الكيس اي. انت بس كيس. طيب انا اي ويل ستوب شيرنج، اعمل لنا شيرنج خلينا نشوف قصتك شنو. هاك اديناك نحن نعمل شيرنج. انا ما شغاله، انا فاتحه من التلفون وبحضر في بجهز في اللابتوب. طيب ما طيب مالو بالتلفون بالكاميرا التلفون شغل. اوكي اعمل لنا شيرنج للتلفون. اوكي انت قلت لي في السعوديه مش؟ ايوه في السعودية. مشكلتك شنو يا فاطمة؟ من اللابتوب ما له المشكلة وين؟ ليه شغالة بالتلفون واللابتوب ما شغال وبتاع؟ بس عشان اللابتوب مرات بيعلق كده، كنت تقيل يعني. مشكلة في اللابتوب، ما مشكلة. طيب هسه الآن عاملي شيرنج من التلفون، شغلي في اللابتوب وورينا بكاميرا التلفون. لحظة. في اللحظه دي باقي الناس كلكم عملتوا شورت كاتس في الديسكتوب؟ واذا الاجابه نعم، عملتوا عليها كليك وفتحت معاكم وقفلتوا البرنامج مره ثانيه بقيتوه مقفول؟ كليك اون بوث ايكونز ولما نفتح بس اقفلوا طوال عشان نتاكد. دنيا بروح هنا في القاعه دنيا. المرحله دي كلها عملوا الشورت كاتس وجربوها وبتفتحوا كل حاجه. اجل. طيب ايوه ما بتكفر. أيوة. يا بروف خلاص اشتغل اشتغل معي. خلاص اذا نحن نواصل. طيب طيب الان نحن في المرحله الاولى بتاعت بريبير بلاننج اند بريبيرنج فور ذا اكزام، ودايرين نشوف يلا اكزام فيو ده دخلوا شنو بالموضوع يعني. كده انا ارجع معلش الديسبلاي سيتنجز ل 125. طيب انا عندي هنا الان الايقونات بتاعتي اللي انا هشتغل بيها التست جنريتور فيه. في الاول انا لازم امشي لفولدر عندي، افتح هنا واقول له في الـ issue of the acceptable format دي. كده انتو كان بالشات ولا بفتح الميكروفون في زول متذكر the 8 او انا ما داير يقولوا لي الـ 8 يعني. الفورماتس بتاعت الـ question banks كم؟ اللي شفناها في import. لما فتحنا import في موديل. يلا اذكر لنا منه عشان نشوف اكبر عدد من الـ الفورمات اللي نقشتوها يعني. ال 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 الايكون والاكزام فيو والبلاك بورد والويب سي تي واربعه ثاني ما هم متذكرهم. ايوه انت قلت الاساسيات مش الويب سي تي. بالمناسبه الويب سي تي الان is taken over by by بلاك بورد، وبالتالي ما محتاجين نتذكر يعني. الويب سي تي فورمات والبلاك بورد فورمات خلاص بقوا واحد يعني. فانت ذكرت الاربع الاساسيات اللي هم بلاك بورد والتابع حقه ويب سي تي، وذكرت الايكون فورمات، وذكرت الاكزام فيو فورمات مش؟ في الموديل برضه موديل اكس ام تي موديل فورمات ده، لكن تو اكسشينج بتوين موديل بلاتفورمز. طيب وفي حاجه اسمها الجيفت فورمات، سهله جدا وجميله لكن ما عندنا ليها وقت. ايوه طيب كويس عرفتوا 6 من 8. المهم الفكره انه حكايه الاكسشينج اوف فايلز لازم الفايل يكون في فورمات اكسبتابل تو ذا بلاتفورم، والكلام ده برضه بينطبق على اكزام فيو.
هشام حسن raised hand. جديدة دي ولا قديمة؟ جديدة. هو بس سؤال جالب يعني الجيف فورمات دي يا بروف هي نفس الجيف فورمات حقت الايمج ولا حاجة مختلفة؟ نفس الـ الخلفية لكن okay. هنا تكست جيف فورمات تكست. طيب شكرا. طيب إذا نحن ليه الكلام ده بنقول فيه؟ إنه أساساً أنت إذا يا بروف ممكن الخطوة الأخيرة نعيدها ثاني. يا واحدة؟ الخطوة الأخيرة إنه الفولدر أيوة بس لأنه هنا الناس ما واضحة يا الفولدر الخطوة الأخيرة اللي عملناها إنه تو فورمات تو سيف الفولدر ونجيبه برا إن كيف فورمات لا إنه الفولدر عندك الفولدر هو ده مش؟ wherever it is مش wherever the folder is يعني أيوة. انت نصبته في درايف سي ولا نصبته في الديسكتوب لما تفتح الفولدر عندك ايقونات الايكونز بتاعت الابلكيشن يعني حتى لو انت عايل الايكون لونه بنفسجي وقصاده الفايل تايب ابلكيشن ايفي مانج از ان اب ايفي بلاي از ان اب وايفي برو از ان اب ما انت عشان ما كل مره تضطر تفتح الفولدر احسن ترسل شورت كات من الابلكيشنز دي في الديسكتوب فاذا انا عندي اي في امبورت مهم واي في برو مهم بقوم اعمل رايت كليك فيه كده رايت كليك لما الرايت كليك بيجيني الخيارات اللي انا بقدر اعملها بالرايت كليك بختار منها سند تو لما اعمل طيب تعالى ده شنو ما في حاجه ثاني لكن بعد ما عملتوها لازم you click on the shortcut عشان تتأكد إنه your shortcut is going to take you to the import facility أنا ضغطت عليها كده ده عملناه يا برو ده عملناه بس في شفنا في folder جاء فوق فالخطوة دي ما عرفنا عملنا شنو يعني folder وين عملنا شو بعد ذاك يعني في 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 folder شايفينه جاء في الديسكتوب الحتة دي ما we were not quite following هنا بس لا. كنا بنزل did we miss anything موضوع الشورت كتس دي عملناه يا تفضل الفولدر اللي انتو شفتوها دي يا ده الفوق exam view import في الديسكتوب دي في اي حاجة did we miss احنا واقفين لسه في الحتة بتاعت الشورت كتس دي ما لكم ذا شغلة دي فولدر اوكي معلش يا بابا عندي فيها الحاجات كلها including exam view 8 exam view وكده عندي فيها فولدر اسمها for importing دي بتاعتي انا فأنا جبتها عشان لما نجي أعمل الإكسرسايز تكون هاندية فدي الفولدر طيب كويس سألتي منها أنا عندي امتحانات قديمة كثيرة جدا خلاص عندي امتحانات الأناتومي القديمة خلاص هي دي امتحاناتك القديمة أنت تدخلها في إكزام فيو بس إكزام فيو عنده حاجة اسمها إكزام فيو فورمات يعني ما ينفع بصورتها دي تدخل في إكزام فيو انت بتحتاج تعمل شنو لامتحانك بتاع السمستر الفات عشان تدخله في اكزام فيو وتعمل له بانكينج فانت بتقوم تعمل شنو يلا بتفتح الفايل بتاعك هو ذا سوركس ولا ابر ليمب ولا whatever فتحت انا الفايل بتاعي بتاع الابر ليمب دي داير اجهزه عشان اقدر اعمل له امبورت لو ما جهزته ما حقدر اعمل له امبورت في اكزام فيو لانه اكزام فيو ما بيقبل الفورمات بتاع مايكروسوفت وورد العادي دي انا قمت جبت الملف بتاعي بتاع الامتحان طويل عريض بس انا لانه ما في وقت نعمل الكلام ده ل 100 وكمين سؤال يعني فبقوم امسح ده انا عشان شنو القصه تكون سهله بالنسبه لي حامسح الاسئله سوري كده خليني انا اعمل الطريقه اسرع امشي النهاية اضغط كده امشي فوق خالص اخلي 5 اسئلة بس عشان القصة تكون سهلة انا عندي خلينا نقول امتحان فيه 5 اسئلة هذا داير احوله اعمل له امبورت جوا في اكزام فيو طيب في 5 حاجات you need to do 5 things الحاجة الأولى تتأكد إنه
انه في فوق خالص في عباره اكزام فيو هيستخدمها عشان يعمل بها تايتل دقيقه يا بروف ادينا دقيقه بس عشان اكون معاك في نفس اللغه هما لا 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 دقيقه this is a demonstration بعدها انتوا هتشتغلوا معاهم البراكتيكال فلازم انا اعمل الديمونستريشن سريع ما لازم يطبقوا طوالي اوكي طيب بعد ما تفتح امتحانك تخلي فوق عباره exam view هيستخدمها استعملها كتايتل للبنك اللي حينتج من الامبورتيشن لو انت عمل امبورت هيعمل امبورت وهيقوم الحاجه اللي عمل لها امبورت دي يعملها بنك لما يعملها بنك البنك دي هيكون اسمه اهو ده طيب كل سيكشن في الامتحان بتاعك تديه تايتل والتايتل لازم يكون دقيق جدا لانه اكزام فيو لو لقاك كاتبه بطريقه مختلفه من السبيل من الطريق السبيلنج حقه بتاع يعني شنو مالتيبل تشويس لازم تتكتب كده مالتيبل تشويس ما تكتب ام سي كيوز ما تكتب مالتيبل تشويس كويشنز تكتب مالتيبل تشويس وبعد كده دي نمره واحد تضيف اذا تضيف تو لاينز اللاين الاول فور ذا تايتل واللاين الثاني فور ذا تايب اوف ذا كويشنز ذات ار جوينج تو فولو خلاص نمشي للنقطه الثالثه تتاكد انه الاسئله نمبرد بطريقه سيكوينشال وانه عمل لها الترقيم بتاعها بالرقم ونقطه وسبيس 1 دوت سبيس 2 دوت سبيس 3 دوت سبيس 4 دوت سبيس 5 دوت سبيس لقينا كده تمام خلاص اطمأنينا نمشي للبعدها انه تكون عارف انه الاوبشنز معموله بطريقه موحده يعني بالغوص او ب اي دوت سبيس المهم طريقه موحده خلاص خلصنا اذا من الفورماتنج اوف ذا كويستشن خلصنا من الفورماتنج اوف ذا اوبشنز نجي لانه هنا ده محدد الاجابه كده عامله بولد واندرلاين لا اكزام فيو ما بيفهم الكلام اكزام فيو بيفهم انه تحت السؤال تقول له اي ان اس اللي هي انسر والاجابه دي وتمشي للي بعدها تقول له انسر انسر والاجابه اللي بعدها اي ان اس اي ان اس نقطتين فوق بعض سبيس بي خلاص وتمشي للي بعده تقول له اي ان اس اي ان اس نقطتين فوق بعض والاجابه دي ونمشي للي بعده اي ان اس فوق بعض والاجابه دي وبعدين اللي بعده الاخير يعني اي ان اس نقطتين فوق بعض الاجابه في حاجه نلفت نظركم لها انه اي فورمات موجود هو حينقله زي ما هو فلازم تمسحه لانه ده حيطلع للطلبه في كاجابه يعني فتمسح الفورماتنج دي على اساس انه ما يلقوا جاهز يعني الفورماتنج دي تمسحه بتاع الاجابات دي اخيرا النقطه الاخيره نكرر بتضيف تايتل وبتضيف تايب اوف كويستشنز وبتتاكد من الترقيم مظبوط للارقام وللاوبشنز وانه ماشي تمام من غير مشاكل انا هخلي المشاكل يا جماعه لانه عندي هدف في بعض المشاكل انا هخليها موجوده ومشيت تاكدت من الفورماتنج وبعد ذاك اضفت الاجابات اخر نقطه انه اي سيف ذا فايل از سيف از واختار الفولدر اللي حامل اللي فيها سيفنج واقوم هنا بدل ما وورد 97 2003 اقول له لا ريتش تكست فورمات واحفظه كريتش تكست فورمات انا غيرت الفورماتنج بتاع الملف بتاعي بطريقه مفهومه لاكزام فيو اكزام فيو بيفهم كده انه اول ما يفتح الفايل يلقى فيه تايتل وتحته يلقى فيه تايب اوف كويستشن لما نيجي في الاسئله يلقى مرقم 1 2 3 4 5
والترغيم يكون واحد نقطة سبيس اثنين نقطة سبيس وكده، وإنه الأوبشنز مرقمة بطريقة موحدة كلهم زي بعض، وإنه التعارف ياتونه لأنه حيزالك يقول لك أنت الأوبشنز بياتو فورمات، وبعدين تعمل الإجابة بـ ANS نقطتين فوق بعض بـ، وتنتهي القصة بإنه تقول لي Save as Rich Text Format. أخيراً قبل ما تعمل لي Import لازم تكفل الملف، وهو فاتح ما حيقدر يعمل لي Import. خلصنا من التجهيز، نقوم نمشي وين؟ نمشي نشغل الفاسيليتي بتاعتنا بتاعت الإمبورت. إمبورت دي نعمل لها كده إمبورت، هتظهر لي صورة، الصورة دي هتجيف ما حتمشي إلا أضغط فيها. لما انضغط فيها قام قال لي لا 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 لا، اقول له نيكست. قال لي يلا وينو الملف بتاعك الدار تعمل لي امبورت؟ انت مفروض تحدد الفولدر، الفولدر بتاعتي انا موجوده وين؟ في الديسكتوب. لاحظوا انا عندي تو سبيسز وثلاثه فولدرات صح؟ ده سبيس وده سبيس وده الفولدرات. الفولدر اللي تحت انه البنك اللي حينتج يخط وين يعني؟ انا ممكن اقول له يا اخي البنك اللي حينتج ده خطه لي في الديسكتوب، في الديسكتوب كده يطلع في الديسكتوب طوالي. خلاص انا قلت له في الديسكتوب، ودي هنا داير اختار وين الحته اللي فيها الملف بتاعك ده تعمل له امبورت ده وينه يعني. لو تذكروا الملف بتاعي كان في فولدر اسمها فولدر في الديسكتوب بتاعي، في الديسكتوب اللي هو انا امشي ديسكتوب واختار الفولدر اللي هي اسمها question banking workshop واخترته for importing word anatomy. الملف بتاعي كان في الفولدر دي صح anatomy. قمت قلت له select، طوالي ظهر لي upper limit وظهر لي واحد انا كنت عملته قبل كده. ما بيظهر لك في الفولدر لما تختاره الا الملفات ال RTF. قمت اخترت الملف ال RTF جبته هنا، ضغطت دبل كليك قام نزل هنا، قلت له next. قام بدا يسال فيني اسئله، انواع الاسئله الموجوده في الكويز، قلت له قال الانواع كلها ما مشكله. قام هنا سالني سؤال مهم، قال لي الديفولت نمبر اوف كولومز نعملها في كم كولوم؟ انا داير اعمله في كولوم واحد بس، ما داير الاجابات تكون في اكثر من كولوم. قلت له نكست. هنا قام قال لي فايل بانك تايتل الاولاني التايتل اللي فوق عامله، قال لي فايل بانك تايتل وبكده الكلام ده كله انا بمشي فيه، لكن في نقطه مهمه جدا. قال لي الانسر تشويس ستايل، هو باي ديفولت الستايل اللي عنده اهو ده 1 دوت سبيس و A دوت سبيس، لكن ممكن اغيره انا. فانا داير اغير ده لشنو؟ ابو اقواس اللي فيه قوسين، اللي فيه قوسين هنا ما بيظهر لك قوسين، بيظهر لك كانه دايره يعني. فبقوم اختاره اهو ده، بعد كده اقول له نكست نكست فينيش. يلا قام قال لي يا اخي ابدا احنا ما لقينا الاجابات دي A وB وC ده ما لقينا. انا بخلي البرنامج ده فاتح اعمل له مينيمايز وامشي افتح ملفي ثاني اشوف مشكلته شنو يعني، لانه حتلاقيك مشاكل يعني ما طوالي القصه حتمشي سموث. يو نيد تو نو وات سورت اوف بروبلمز. طيب انا حافتح الملف اللي هو اسمه upper limb restrict format. ظاهريا كده ظاهريا ما في حاجة، ظاهريا ما في حاجة، لكن أنا لما جيت هنا عملت كده لقيت لا الشخص اللي عمل الامتحان ده أول مرة عمل كمية من السبيسز قبل الاي هنا، كمية من السبيسز ما ينفع اكزام فيو الكلام ده ما بيفهمه، الكلام ده سبيسز قدام اي ده ما بينفع معاه. اقوم انا امسح السبيسز دي. الناس اللي بتعرف تستعمل مايكروسوفت وير بصوره افيشنت يو كان كوبي السبيسز لانه هي بنفس الطريقه، وامشي اقول له ريبليس واحط السبيسز دي واخلي الريبليس ويز فاضيه واقول له ريبليس اول. قمت شلت كل السبيسز بدقه واحده، كل السبيسز مسحتها لانه اكزام فيو ما ينفع تكون في سبيسز قدام هنا، واقول له كلوز واحفظ الملف بتاعي. انا قصدت لانه حتلاقيك مشاكل and you need to know what sort of problems you are going to find when you try to import. غيرنا دي ومشينا وبرنامجي لسه فاتح انا. اقوم اقول له يا اخي
نيو امبورت نيو امبورت نكست طبعا لسه هو باي ديفولت فتح فتحت نفس الملف مره ثانيه وقلت له نكست 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 فينيش المره دي بس في سؤال نمره 3 قال لي الباقيات كويسات لكن كويستشن 3 فيه مشكله امشي شوف المشكله شنو في كويستشن 3 وقام قال لي يا اخي نحن لقينا بنك البنك اللي عمله قبل شويه اللي ما فيه اي حاجه ده قلنا له خلاص ريبليس ما في مشكله نرجع ثاني نفتح ابر ليم نشوف كويستشن 3 ده مشكلته شنو ماله ما يعرف كويستشن 3 او ده كويستشن 3 كويستشن 3 لاحظوا كويستشن 3 كويست A طالعة فوق A طالعة فوق هي دي A طالعة فوق مع الكويستشن ننزلها تحت مكانت ما مظبوطة موجودة فوق ونقول لها خلاص حلينا المشكلة ونقفل exam view ونمشي تاه ونمشي exam view ونقول له new import new import ونفتح نفس الملف مرة ثانية ونكست next 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 finish المرة دي جاب لي الخمسة أسئلة تمام ونقول له yes to all قبل ما أمشي من الحتة دي أقول له يا أخي new import new import next وأجيب بتاع نيورانتهم إذا أقول له إنك تجيب لي بتاع نيورانتهم إذا هي finish ده واحد طويل جدا وفيه 92 سؤال أو كم 66 سؤال 66 سؤال كان مجهز بنفس الطريقة يبقى انا الان عملت امبورت لتو بانكس واحد فيه خمسة اسئله واحد فيه 66 سؤال يلا ديل القاوم وين ديل القاوم وين امشي انا للبرنامج الثاني انا هسه عملت الامبورت بينضافوا انا قلت له حطهم في الديسكتوب اهم ديل لكن انا ممكن مباشره افتح exam view test generator هسه في سؤال لحد هسه عشان نمسك الجنريتر دي في اي سؤال انه عملنا import كيف لا الان ما بتسوى تمام عملنا import بقى عندي تو بانكس موجودات انا اللي حددت انهم يكونوا موجودات في الديسكتوب بمشي بعد كده اقول له exam view test generator واضغط عليه انتوا ما حيصل للمرحله دي طوالي حيبتدي يسالكم يقول لكم شنو المهم يتجاوزوا المراحل دي كلها ما تعملوا ريجستريشن بس يعني بتحتاج اول مره تكتب اسمك وتكتب اسم المؤسسه وبتاع لكن دو نوت تراي تو ريجستر اونلاين بعد ما تعمل الكلام ده بتظهر لك صفحه كده فيها تو كولوم الكولوم اللي باليسار ده بتاع التست جنريشن والكولوم اللي باليمين ده بتاع البانك جنريشن الاولاني ده حاجه اسمها كوميونتي بورتال سيبك منها لكن يو كان كرييت ا نيو كويستشن بانك ان يو كو اوبن ان اكزيستنج بانك انا داير تو اوبن ان اكزيستنج بانك كليك قام هو فتح البانك فولدر اللي عنده ما عليك بها انت البانكس بتاعتك موجوده في الديسكتوب تقوم ادانا اقوم اقول له انا في الديسكتوب لما فتحت الديسكتوب وفتشت كده لقيت التو بانكس بتاعتي هي دي نيورو اناتومي وابر لم كده نفتح ابر لم ده دي ابر لم بالخمسه اسئله بتاعتي والفورمات بتاعتها والاجابات والكلام ده كله اذا انا عملت امبورت من وورد فايل لاكزام فيو طيب بالمناسبه نفس الحركه دي خلينا نعملها طوالي لا انا داير اعمل لي امبورت بطريقه مباشره لموديل ما داير اعمل لي امبورت لاكزام فيو وبعد ذاك اعمل لي اكسبورت من اكزام فيو اوديه موديل ليه انا داير اعمل الكلام ده اي ويل اكسبلين ليتر لكن لنفترض انه انا داير اي ونت تو امبورت دايركتلي انتو موديل انا عندي اهو ده الكورس حقي الكورس بتاع البراكتس دي داير اعمل امبورت للملف ده ذاته نفس ده نفس الملف اللي انا حولته لفورمات معين عشان اقدر اعمل له امبورت لاكزام فيو لا انا ما داير اعمل له الاكزام فيو انا داير اعمل له امبورت دايركتلي انتو موديل
بقوم بمشي افتح نفس الملف. انا حافتح ال 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 الملف اللي هو انا حافظه كريتش تكست فورمات. يلا ركزوا معي عشان انا احوله لايكن فورمات. بعمل النقاط الاتية. النقطة الاولى لازم امسح اي حاجة بفوق بفوق للأسئلة ما يكون في اي حاجة. ما يكون في اي حاجة. هو بيستعمل التايتل of the file عشان يسمي ذو البنك. بينما exam view بيستعمل التايتل الموجود جوا الدوكيومنت. دي point number one. Point number two, you don't need numbering for the questions. الquestions ما زي هنا ما بحتاج انا numbering. فبمسح النمبرين. بمسح شنو؟ النمبر. ماذا ما محتاجين نمبر. دي نقطة نمرة اثنين. إذا مسحت كل ما هو فوق للquestions مسحته. وأي نمبرين للquestions مسحته. هنا أنا داير أعمل شنو؟ دي أعمل كابيتال A نقطة سبيس لازم. فبقوم اقول له يا اخي كوبي واقول له ريبليس. ده اذا كانت ما جاهزه واخد اقول له اي واحده سمول اي غوص سبيس اعمل لي كابيتال اي نقطه سبيس ريبليس اول. اعمل لي الخمسه ريبليسمنت. اجي هنا اقوم اقول له بي بي اعمل لي بي كابيتال بي لكن ريبليس اول خلاص. وامشي اقول له سي احول سي. ولا يكون فيري كيرفول لانه ممكن اغلط يقوم يحول لي الحاجات لحاجات ما هي المقصوده. المهم اعمل الخمسه تغييرات دي. طبعا لو ملاحظين انه انا هغير اي بي سي دي حتى لو كانوا 100 سؤال هيغيرهم كل ال 100 سؤال بطقه واحده ريبليس اول. فما تستكتر القصه كلها خمسة ريبليس. بيقوم يعمل لي خمسة ريبليس لكن لكل الأسئلة. أنا قمت عملت ريبليس لكلهم بدل كانت بالغوص عملتهم بالنقطة ريبليس أول. خلاص وضحت دي. غيرت الفورمات بتاع الأوبشنز لكابيتال اسمه. أمشي بعد كل أمشي أول حاجة للأنسر دي بدل ما أنسر أي إن إس نقطتين فوق بعض سبيس. لا الايكون فورمات الكلمه لازم تكون انسر كامله. فبعمل كوبي واجي اعمل ريبليس هنا اقول له اي حاجه اي ان اس كده تعملها انسر. واقول له ريبليس اول هيغير الخمسه ديل. خلاص انا غيرته باقي لي حاجتين بس. لازم تفرق الاسئله من بعض. لازم تفرق الاسئله من بعض بانتر. اي سؤال يكون في سبيس بينه وبين السؤال اللي بعده. اي سؤال افرقه من السؤال اللي قبل او اللي بعده بسبيس. خلاص خلاص حولتهم. اذا غيرت شلت التايتل خليت ما في اي حاجه فوق السؤال الاول وشلت الـ numbering of the question واتمنيت انه numbering of the options بـ capital A dot space وعملت الـ answer بـ answer كاملة ما بـ A N S. خلاص وعملت space بين كل سؤال والثاني واقوم اقول له save as. المرة دي انا داير يكون شنو؟ plain text وليس rich text format. اسمه plain text اللي هي تعيدها مباشرة واقول له save. هنا بيجيب لي حاجه زي دي بويندوز ديفولت بتاعه بقول له اوكي بس. تمام ده الايكون فورمات. ده الايكون فورمات يا بروف. ما بحتاج اغير الاجابات هي سمول بالسمول ليتر ما احتاج ارجعها كابيتال. لا ما ضروري. طيب خلاص ايكون فورمات بقى جاهز. هنا في نقطه قبل قلنا عشان تعمل لي امبورت لاكزام فيو
لازم تكفي للملف. كده نحن نخلي الملف ده فاتح ونشوف ايكن بيفرض علينا انه برضو نكفي للملف ولا ممكن تو امبورت ملف جاهز. اول حاجه نمشي وين؟ هنا مور امبورت واخترنا ايكن خلاص وصغرنا ويندوز دي هنا اقصد الاكسبلورر يعني عشان يكون في مسافه وده البلين تكست هو ده upper limb plane وسحبته جبته هنا وقلت له import. طبعا جابوا لي معناه ما ضروري يكون مقفول ما بيفترض انه الملف يكون مقفول. وسع عمل import the five questions وقمت قلت لازم اقول له continue معناه اي خلاص تمام. وطوال جابوا لي اضافوا لي وين يلا اضافوا لي الاسئله للديفولت. الديفولت كانت هيدي واضاف ليها الخمسه اسئله بتاعتي اضاف لي هنا خلاص اضاف لي داخل الكورس بانك بتاعي اضاف لي داخل الكورس بانك بتاع البنك بتاع الكورس بتاعي. طيب يلا انا القاها كيف؟ انا طبعا ممكن افتحها من هنا لكن انا لو مشيت للكويز انا طبعا معلش عملت لي امبورت في الكورس بتاعنا اي صح تمام. أنا أمشي يلا للكويز. نمشي للكويز اللي احنا أي كويز. أمشي كويشن كويز 1. قام قال لي يا أخي كويز 1 دي نو كويشنز هاف بين أديد. أقول له إيديت كويز وأقول له أد فروم كويشن بانك. المرة دي لاحظتوا الديفولت فور اف بي بي اف هو 7. لكن أنا داير الخمسة ديل بس للأبر ليم. الخمسة ديل للأبر ليم اخترتهم. وقلت له أد سيلكتد كويشنز تو خلاص أضافهم لي. واقوم اقول له سيف حفظت لا سيف الماكسيمم جريد وامشي للكويز مره ثانيه. المره دي قال لي اتمت كويز ناو. طبعا انا لانه الكورس كوردينيتر وانا التيتشر اي كان اتمت كويز رايت ناو او ممكن اجي من هنا اقول له يا اخي بريفيو انا داير اشوف شكله شنو. قلت له بريفيو قام جاب لي السؤال الاول ليه؟ لانه انا في السيتنجز قلت له كل سؤال في صفحه كل سؤال في صفحه. عشان توضح القصه دي برجع للكويز اعمل edit settings واقوم امشي في settings اقول له lay out واقوم اقول له جيب لي الخمسه اسئله مره واحده اللي هو اقول له all questions on one page خلاص واحفظ الكويز وامشي للكويز اشغله اللي هو ده اللي هو ده طبعا ذاته واقول له يا اتمت يا اقول له بريفيو من هنا بريفيو جابوا لي الخمسه في صفحه واحده. وهنا انا ممكن اجاوب طوالي the following bones from the proximal row of carpal bones except لا 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 الى اخره. Any questions في الحاجتين الاولانيات ديل؟ اول حاجه how to import questions into exam view. How to format the file. How to actually import them into exam view and generate a bank. الحاجة الثانية how to import them directly into Moodle. يلا إذا في أسئلة أسألوها عشان نختم بإنه ليه نحن بنمشي عبر exam view يعني. أساسا ويكي تصلنا. We can add them directly to Moodle. ليش exam view هذا؟ فكده إذا عندكم أسئلة أسألوها إذا ما عندكم أسئلة نختم بالجزء الأخير اللي هو why through exam view يعني. يا بروف السلام عليكم. وعليكم السلام. بس في الشورت كت اللي عملناه بتاعت exam view test generator دي بعد ما دخلنا الاسم والشركة والسيتي والحاجات زي دي بقوم بيقول لنا register now. قمت قلت لك قول لي ما دايرين تو register. أنا قلت لك الكلام ده، قلت لك عامل الحاجات كلها but don't read. قول له cancel. طيب. قال شنو؟ الولد قال شنو؟ علق علي هاتوا حاجة. جربتيها؟ طيب دي لحظة مناسبة يا جماعة كلكم جربوا ادخلوا على التست جنريتر وتجاوزوا المشكلة حتى الأولى. بتاعت الاسم والانستتيوشن والكلام ده ودو نوت ريجستر ويتاكدوا انه يو كان دو ات. اذا ما عندكم اسئله في امبورتنج انتو
exam view or importing directly into Moodle. طيب طالما ما في لازم انا افتح مود ايوه ها في سؤال تلاقي السيتنج في مود جوا بنغيره من ياتو حته السيتنج ياتو سيتنج ياتو ياتو سيتنج السيتنج بتاع شنو دقيقه يا بروف جايك عليكم السلام يلا انت معنا هسه احنا جهزنا وورد فايل ان فورم اوف ايكون فورمات صح طيب عشان نقدر ندخله في الموديل نعمل له امبورت ايوه يلا في الموديل ما في كم فورمات في الايكون وفي الجيفت وفي الاذرز ايوه الحته دي يلا بجيبها من وين بس الحته اللي فيها الفورمات الكثيره دي اي دي امبورت يلا عيني معايا انا الان فاتح الكورس صح الكورس عنده كورس منيو فوق اللي فوق اللي تيرن اديتنج اون لما نضغط بيجيب لي الكورس منيو ايتيمز لكن اخر شيء في مور بضغط مور بيجيب لي الليسته كامله في الليسته الكامله دي بلقى امبورت تحت خالص قبل اكسبورت مباشره بضغط عليها وبيجيب لي الحته بتاعت امبورت دي ثانك يو وانا هخليها فاتحه لانه هستعملها بعد شويه. طيب why import to exam view then export then import into model for the following reasons. نمشي لموديل اول حاجه نمشي في categories ونمشي في الكورس كاتيجوري اللي موجود فيها الثمانيه اسئله سبعه اسئله دي. الأسئلة دي لو بدينا نعمل لها في editing يعني لو بدينا نتعامل معاها يعني اللي هي أنا أفتح الكاتيجوري وأفتح الكاتيجوري هو والكاتيجوري دي أصلا فيها الأسئلة صح؟ جنب الأسئلة في edit the question أنا دارت edit the question الquestion أنا في settings بتاعته في حاجات أنا محتاج ليها يعني. عندنا هنا حاجة اسمها tags التاكس دي انه انت لازم ده تعمل tagging list questions وقام قال لي ما في suggestions وعندي الفيدباك ده combined feedback وعندي multiple trials وده كده يعني الاوبشن فهنا انا عندي قايد التاجين اللي انا ببحث عنها ما لاقيها كويس ما لاقيها انا داير تاجين بياته معنا وات از تاجين تاجين الاسم الثاني اسمه كلاسيفيكيشن يعني انا داير اقول السؤال ده تبع الكارديوفاسكولار والسؤال ده تبع البلد سبلاي والسؤال ده في الاصل اناتومي ما فيزيولوجي والسؤال ده صعب والسؤال ده تبع الاوبجيكتيف نمبر 1 في الكورس بتاعه والسؤال ده جاي من الكتاب الفلاني انا داير اعمل كلاسيفيكيشن للايتم عشان بعدين انا في البنك بتاعي اقدر اختار على بصيره انا داير اشكل بين صعب وسهل لازم اصنف الاسئله دي اعمل لها كلاسيفيكيشن بدرجه الصعوبه اعمل لها كلاسيفيكيشن بعلاقتها بالناشونال اكزامينيشن داير اعمل لها كلاسيفيكيشن بالسيستم التابع عليه بالتايب اوف اسسمنت ليفل اللي انا وهكذا موضوع التاجين او الكلاسيفيكيشن دي في موديل نوت ايزي نوت فاوند خلينا نقول فانا داير لي حته اعمل فيها التاجين والكلاسيفيكيشن دي و حتى اجيب الاسئله لموديل دي نمره واحد نمره اثنين لو لاحظتوا الاسئله في الايكون فورمات انا ما حقدر اعمل ما حقدر اعمل في الايكون ما متاح لي اعمل فيدباك على كل اجابه فيدباك معناه شنو معناه الطالب لو اختار الاجابه دي اللي الامتحان يقول له شنو يعني
يقول له ايوه كلامك مظبوط وفعلا لانه الفريكسر كان باير نيرز ده اسمه فيدباك. فيدباك بالايكن فورمات ما متاح. انت لو داير تجيب اسئله بالفيدباك بتاعك احسن لك تستعمل اكزام فيو. احسن لك تستعمل اكزام فيو وتعمل الفيدباك في اكزام فيو وبعدين يو امبورت ذا هول بانك كامل بالكلاسيفيكيشن وبالفيدباك بتاعه. دي نقطه غايه مهمه. This is why we advocate the use of exam view كخطوه في النص, خطوه في النص بين your exam and model. انت امتحاناتك ما تدخلها موديل طوالي. لو دخلتها موديل طوالي you cannot add feedback and you cannot الا تمشي وتفتحها ثاني وتبتدي you copy and paste the feedback. ودي شغلانيه ما في الاعداد. انت من الاول تجهزها تماما في exam view وتقوم تعمل لها export من exam view وتجي تعمل لها import في موديل, تقوم في موديل حجيني طوالي فيها فيها feedback وفيها classification. فده الهدف من استخدام exam view بخطوة في النص. أنا الآن بفتش لي بس لي فايل يكون جاهز فيه فيدباك عشان نعمل له import. فكده نمشي question banking ونمشي for importing word anatomy. طيب أنا قبل شوي ما عملت import لنيورو anatomy ده, فكده نفتح نيورو anatomy ده. لا برضه نيورونات ما فيه فيدباك. خليني انا بسمع ليش انا جهزته لكن I don't know where is it. ده برضه ما فيه فيدباك. طيب انا داير اعمل حاجه كومبينيشن بين حاجات عملناها قبل كده وحاجات ميديسين وميديسين. ايوه عندنا الان شوفوا الملف ده تحت كل اجابه ده السؤال ودي الاجابه وتحتها في اكسبلانيشن اللي هو فيدباك. يعني ايوه اجابتك كده والاجابه ما المهم فيدباك. تمام جدا الفيدباك ده. وعندي السؤال الثاني انا هختار لي سؤالين اللي هم ديل داير يجهزهم very quickly don't worry يعني لانه برضه خطوه مهمه جدا. يلا انا اذا في شخص can open their microphone and lead me through a file. انا الفايل ده لاحظوا ليه وهو ده انا داير اجهزه لاكزام فيو. يلا انا داير زول يوريني كيف اجهزه لاكزام فيو. اعمل شنو يلا يا جماعه؟ انا داير اجهز الملف ده لاكزام فيو. قالوا تايتل. ها؟ تايتل. ايوه امشي فوق اديه تايتل اقول سي دي. ثاني. تايب اوف كويشن قالوا. اللي هو اكتب شنو هنا؟ مالتيبل تشويس. تشويس. انتر. طيب والسؤال. السؤال. انسر. السيكونس والنمبرز. ايوه لازم اقول له ده 1 سبيس دوت سبيس سبيس. ايوه واتاكد انه السؤال ذاته يعني راجع يكون فيه عناية وفيه مشاكل. يعني اظبط السؤال كويس او ده السؤال ده بس لانه الملف ده بالذات السؤال فيه مشاكل. هنا
بالمناسبة exam view ما فرق معه إنه تكون في spaces ما في spaces بيفهم يعني. لكن الحاجة الوحيدة إنه ما تكون في spaces قبل السؤال لأنه كده شايف دي 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 قد تعمل مشكلة بل عملت لنا مشكلة صح؟ فإذا أنا أحسن أتخلص من ال spaces اللي قبل ال options replace دقيقة بس أتخلص من كل ال spaces دي spaces ولا replace all اللي 8 خلاص عملت replacement لل spaces قبلها بقت الإجابات كلها aligned مع هنا طيب أها بالنسبة لل items دي أعمل شنو؟ let's model answer أيوة دي ما فارقة لكن أحسن أعمل عشان شكل سائل هنا أقوم أقول له answer مش كده answer كده ولا كيف answer كاملة ANS ANS أيوة ANS وأختار الإجابة اللي هي A بعد ذاك أي كلام حيجي بعد كده هو بيعتبره فيدباك حكاية explanation دي أنا ما ضروري أضبطها شكلها ما مشكلة نمشي للسؤال الثاني نقوم نقول له اثنين مش كده وبرضه ضبطه كويس ضبطنا كويس جدا what is ده السؤال وبعدين الاجابات افتكر مظبوطه ما فيها مشكله انا بشيل في السبيس رغم انه مهم جدا تعرف انه exam view حكايه spaces دي ما فارقه معاك وهنا اقول له answer is D خلاص كده هو جاهز انا لو شلتها بشيلها ساي عشان من ناحيه شكل يعني يلا ها اعمل شنو ثاني اقول احفظوا فيها نوع من الفورمات الريتش تكست فورمات اللي هو اختار من هنا ريتش تكست فورمات ريتش تكست فورمات كده بكون خلصت الفايف اديتنج ايشوز طيب وتاني بعد ده اعمل شنو؟ بعد تعمل شنو؟ اعمل له امبورت طوالي نمشي طيب نقفل الفايل نقفل الفايل نقفل الفايل طيب ما كده نجرب نعمل له امبورت نقول له نيو امبورت وامشي ونمشي طبعا هنا ده الفولدر بتاع الاناتومي لا هو في فولدر ثاني اسمها ميديسين كارديو واسكولار خلاص نقول له سلكت اهو ده سي في اس لاحظوا فيه سي في اس ار تي اف وكده الملف مفتوح اقوم اقول له ده طيب وقلت له نكست 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 قام قال لي ايرور كان نوت ريد ذا ار تي اف فايل ذا بروسيس كان نوت اكسس ذا فايل بيكوز ات از بينج يوزد باي انذر بروسيس اقوم اقول له ما عليك نمشي نقفله طيب ونجي تاني نقول له نيو امبورت بس نختاره هو ذاته طبعا ونقول له نكست 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 فينش قام قال لي سؤالين طيب انا داير اشوف السؤالين ديل بمشي لاكزام فيو برو واقول له انا داير افتح نيو كويشن باك اللي هو ده سي في اس لاحظوا ده السؤال ودي الاجابه ودي كده لكن الاكسبلانيشن موجود الاكسبلانيشن موجود معناه انا بعدين لما نعمل الامتحان هيقوم الاكسبلانيشن ده يطلع ده في الايكن فورمات ما في له طريقه لو عملته ما هيطلع حتى لو كتبته لما نعمل امبورت بيشيل الاسئله وخلاص ما له دخل به اذا دي حاجه الحاجه الثانيه قبل ما نعمل له اكسبورت دايرين نشوف الكلاسيفيكيشن بس انا ما اقدر اعمل اكسبورت لا نعمل اكسبورت لده عشان نشيله مع الـ مع الاكسبلانيشن بتاعه الفيدباك انا داير اعمل كلاسيفيكيشن يعني اول حاجه دايركم تعرفوا انه هذا الاكزام فيو ما تم اختياره اعتباطا it is very easy to use هسه انا داير اعمل editing للبنك دي you simply double click في السؤال double click في السؤال بيفتح لك السؤال في editor بتاعة exam view ال editor بتاعة exam view بتشبه word خالص يعني file و edit و view insert و format و font نفس الشكل بتاع ال editor بتاع
وورد، ولكن طبعا الاسئله وطريقه الاجابه بتاعتها كانه مايكرو في مايكروسوفت وورد وتحت الاكسبلانيشن او الراشونال. ولو ونحن نزلنا لتحت في المنيو بتاع اكزام فيو زي ما معلش انا اصغر كده عشان ارفع لفوق، تحت في منيو، في منيو ايتمز، اهم واحد من المنيو ايتمز هو موضوع الكلاسيفيكيشن. والكلاسيفيكيشن هنا اسمه انفو، يعني information about this question. تضغط info بيجيب لك، شايف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ممكن تعمل 10 types of classification. في منهم حاجات بتحكمك انه الديفيكولتي والريفرنس الجايب منه والليرنينج اوبجكتيفز، واذا في ناشونال ستاندرد، يعني السؤال ده استخدموه في امتحان المجلس الطبي والاداء بتاع الطلبه فيه 70% وبقى ده الناشونال ستاندرد، انت بتكتب الناشونال ستاندرد. واذا انت عندك في الولايه ستيت ستاندرد، او اذا عندك في الجامعه حقتك لوكال ستاندرد مثلا، ده تقول 60 لوكال ستاندرد. بعد كده عندك اربع اماكن انت ممكن تلعب فيها اي نوع من الكلاسيفيكيشن. ممكن التوبيك ده تاخد فيه الشابتر الجاي من السؤال، او تاخد فيه المحاضره الجاي من السؤال، وتخد كي ووردز هنا تقول والله دي تبع الكارديوفاسكولار سيستم، او تقول ده اقصد البلس اوف لايف كارديوفاسكولار سيستم كاريا، وفي حاجات ميسيلينيوس وفي نوتس. فاذا اداك غير السته المحكومات اداك اربع حاجات ثاني فور كلاسيفيكيشن. الكلاسيفيكيشن دي الديفيكولتي اندكس بتاعه 40%، والريفرنس مثلا لاست، والليرنينج اوبجيكتيف باي ذا اند اوف يو شود بي ايبل تو ديسكرايب ما عارف وات ايفر. فاذا انا بديت تو كلاسيفاي ماي كويشن وقلت له اوكي، واقول له ريكورد اللي هي سيف. لو لاحظت تحت السؤال طوال عمل لي الكلاسيفيكيشنز كلها، قال لي الديفيكولتي 40% والريفرنس لاست والاوبجيكتيف ديسكرايب واللوكال 60% او 60 انا كتبتها 60. This type of classification, you cannot do it in Moodle, you cannot do it in ICANN format. This is why you are advised, and rather would like expected, you are advised to move all your previous exams into exam view so that you can add feedback and you can add classification. انتهيت؟ دار توديها Moodle بقى. تمشي البنك مفتوح، تقوم تقول لي يا أخي export. أنا I want to export this bank. قال لي ده تعمل لي export layout format يعني. لاحظوا تحت في ويب سي تي وفي بلاك بورد. في النسخة الجديدة أضافوا exam view وأضافوا حاجات تانية. أضافوا exam view زادوا وأضافوا موديل وكده. لكن حتى النسخة 8 أنت ما عندك مشكلة. أعملوا بلاك بورد وأنت ما عندك أي مشكلة. أعملوا بلاك بورد. طيب تديه اسم. نقوم نسميه CVS. كبلاك بورد زيبت فورمات، وحيكون في الديسكتوب. لاحظ في الديسكتوب اقول له سيف، بيقوم يسالني بيقول لي يا اخي للبول انفورميشن، عشان انا بعدين اعرف ملفك ده اسمه شنو، اسمي لنفسي الاسم، اقول له سي في اس 1، واقوم له دار الى اخره، والدايركتري نيم لو حبيت يعني، لكن انت اكتب له درايف سي بس ما ضروري دايركتري نيم، واقول له اوكي. انتهيت من الخطوتين دي. لو مشيت الديسكتوب بتاعي هلقاه عمل اكسبورت للفايل وحطاه في الديسكتوب، وهو ده وينو هو ده سوري هو ده سي في اس اتس زيبت فايل سي في اس 1. خلاص في سؤالين، يلا انا داير اعمل له امبورت. انا ما خليت هنا، خليت الملف بتاعي فاتح هنا ليف. انا داير اعمل له امبورت، بقوم امشي هنا اقول له امبورت، لا سوري مور امبورت. المره دي بختار بلاك بورد لانه الفورمات بتاعي بلاك بورد فورمات اللي هو ده، واقوم اجي هنا اعمل له دراج اند دروب، واقوم اقول له امبورت. قال لي في سؤالين، اقول له هم ده لا تمام، اقول له كونتينيو. طيب مشى المرة دي، لكن الحصل شنو بقى؟
المرة دي لأنه أنا جايبه من exam view قام خلق لي ملف جديد كاتيجوري جديدة سماها لي cardiovascular 2. ليه؟ لأنه لقى في واحدة اسمها cardiovascular 1 وحتى لي فيه السؤالين خلق كاتيجوري. النقطة دي غاية في الأهمية. When you import from blackboard format بيقوم يخلق كاتيجوري باسم الملف وبقد عندي كاتيجوري جديدة هذي اسمها CVS يعني exclamation mark 2. خلاص عرفنا. يلا أنا لو مشيت داير أعمل كويز أو أضيف الأسئلة دي لكويز نمشي هنا ونفتح أي كويز نفتح كويز 1 دي وهذا الكويز 1 أصلاً موجود أقوم أنا هو attempted قبل كده لكن أنا I can edit it ما في مشكلة هو أقول له edit quiz قال لي فيه 5 أسئلة أنا دار أضيف له السؤالين جبتهم جداد دي أقول له add from question bank السؤالين ما موجودات في الديفولت موجودات في كاتيجوري اسمها cardiovascular دي ولقيت فيها السؤالين اخترتهم وقلت له add questions to bank أضافهم لي أضافهم لي طيب أنا الآن I want to أعمل أجرب السؤال أجرب الكويز دي بقوم أنا خلاص أطلع برا الكويز وأقول له preview preview دي الأسئلة بتاعتي وأقوم أبتدي أجاوب خلينا أجاوب عشوائي لكن خلينا أمشي للسؤال السؤالين الأخرانيات جاوبته وقلت له تشك يا أخي أنا I want to check عملت شنو قال لي أنت جاوبت كذا وجاوبتك غلط وجاب لي الإكسبلانيشن دي بأيكن فورمات ما فيش الإكسبلانيشن ده ما أنا داير أديك فيدباك يا طالب يعني. أقول لك إجابتك دي أحفظ إذا كوريكت أنسر إز دي اللي هي أندر نورمال كونديشن وان ثيرد لا 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 وكذا جاب لي فيدباك وقام قال لي يا أخي choice C heart rate cannot increase if the اداني explanation لأي إجابة أنا أجاوبها بديني لها explanation يوريني إذن this explanation is very important فده ديل الحاجتين اللي بخلوك تستعمل exam view كخطوة intermediate step when you are importing your exams into Moodle هذا ما لازم توضيحه ونحن أخذنا exactly 2 hours عشان نديكم مجال أسئلة بتاع سؤالين ثلاثة في الدقيقتين ثلاثة الباقيات ديل عشان نديكم البريك وتجي تعملوا براكتيكال مباشرة أي أسئلة سواء كان في الموضوع الأخير أو مما بدينا الساعة 11:30 إلى الآن إذا في أسئلة أسألوا على أنكم الآن هتطبقوا الكلام ده كله سمعت يا بروف؟ ابدا قالوا انهم هم اسئلتهم غالبا حتكون في اطار التطبيق يعني فقالوا لما نبدا نطبقه اكيد حيكون عندهم اسئله يعني خلاص تمام تمام خلاص على بركه الله قبل ما نمشي يا بروف دار اذكرك بموضوع الاسايمنت ايوه طيب عينا ناقشوا هسه قبل ما ناقشوا وانا موجود ناقشوا انت عشان يكونوا هم هنا ويجيب لي الخلاصه انت اطرحي لهم لا يا بروف انا فضلت تكون موجود اثناء النقاش لا موجود انا لكن انت عشان يسمعوك مباشره انه الطرح شنو يعني بالنسبه للاسايمنتس يعني عندهم اسبوع من الان طيب نقول لهم الكلام الفكره عموما طيب ايوه انا بقول الفكره عامه ايوه اتفضل يا بروف اتفضل انه نحن قلنا عشان نختم الكورس دي ختام يكون ظريف يعني انه بدل ما تعملوا سبمشن للاساينمنت بتاعكم في شكل دوكيومنت او كنقاش عادي يعني انه تكلفوا وان اوف يو يجهز فيري سمبل باوربوينت برزنتيشن انه الاساينمنت كانت شنو الملخص الاكزيكتيف سمري يعني البحث بتاعكم وصل لشنو والخلاصه شنو يعني بعد ذلك تفتحوا الباب للنقاش عشان الناس تتناقش معاكم في الاساينمنت بتاعكم في شكل لكن شنو الناس تحرص انها تجي وتكون موجوده في القاعه
وانه تجيبوا الحاجات اضافيه يعني شويه فطاير زياده وشويه كيك وكذا، يعني يكون ختام للكورس عن طريق تقديم الاساينمنتس. ده المقترح. الان الباب مفتوح للنقاش حول هذا المقترح، ومعاكم الجماعه موجودين معاكم في الغاء، وناس برا ممكن تشيبين، لان ناس برا برضه هيقدم السعوديه اليوم يا بروف الكلام ده السبت الجاي. ها for each group يا بروف ولا الاربع جروب؟ الاولى تقدم نص ساعه، الجروب الثاني تقدم نص ساعه، الجروب الثالث تقدم نص ساعه، والجروب الاخير نص ساعه. والتقديم هم لبعض بس ولا هيكون مفتوح لناس خارج؟ لا، يجوا ويقوم يطلع في الغاعه برا ويجهز الباوربوينت ويقدمها، والناس كلهم قاعدين، والناس كلهم تعلق على الفيديو كونفرنس ابلكيشنز والكلاود كومبيوتينج، واذا في اسئله اضافيه وناس برا يكونوا داخلين بالزوم، وناس جوا الغالبيه نتوقعهم يكونوا في القاعه يعني. وفي النهايه حنعمل فوتنج بواحد من الفوتنج ابلكيشنز وكده عشان تراب اب الكورس دي، يعني بعد ما يخلصوا ما نصفي كساي، نعمل فوتنج، والفوتنج نستعمل فيه يا بول افري وير، يا فوكس فوت ولا كده، نقول ختمناه ختام يعني. فايه رايكم والراي لكم؟ في ناس رافعين يدهم يا بروف نادي. اقول لهم تفضلوا. ما هي الفكرة إنه يكون السبت الجاي، يعني السبت الجاي حيكون. أي ما حيكون السبت الجاي وبس برزنتيشن. أوكي. الأربع شغالين سيشن تانية. الأربع شغالين من واحدة أو من اثنين لخمسة سيشن تانية. ما حتكون السبت الجاي. أي. يعني السبت الجاي حنشتغل الاكتيفيتي دي يوم السبت، وثاني لحد السبت اللي بعده والامتحان. ما في اكتيفيتيز في النص. نعم 11 لو النت هيكون جاي بعد خلاص الامتحان 10 الامتحان بيخلص 200. خلاص ممكن يكون يا بروف يكون 9 يا بروف معانا. يكون 9 يكون 9 صباحا. مئتين يعني من خمسة مثلا. يا بروف نعملها في نفس اليوم مع حاجة تاني ما مناسب. ده ما مناسبة يعني. هو يعني ما معقول يوم الاربعاء يكون في سيشن وهنشتغل فيه وكذا وكلام زي ده وبعدين ثاني برزنتيشن. لاحظوا الكلام ده، يوم الاربعاء نشتغل الساعة 3 او 2 الى الساعة 4 ويكون ثاني في نشاط يعني. I don't know. يا بروف في مقترح انهم قالوا يجي يوم الاربعاء الساعه 11 يقعدوا لحد الساعه 5. قال ما هم؟ انا قال هم. ايوه ما كلهم ده مقترح. ما عرفت ما كلهم. انا ما ماخذ انا يوم الاربعاء الساعه انا في الجامعه. ايوه معناه يوم الاحد السبت الجاي 9 النت بيكون موجود. طيب بس داري اتاكد يا بروف الحاجه دي حتكون وسط طلاب الماستر بس ما حتكون ابعد من كده صح؟ يعني ما ويبينار بالفهم. نسالهم اذا هم ويلينج انه الناس تعمل لها بوستر وتنشرها في جروبات الميديكال اديوكيشن والناس يحضروا معاهم بالزوم. ما هي اصلا الزوم شغال، الناس السعوديه حيقدموا، والناس اللي اسباب ما قدروا يحضروا ممكن يحضروا من وير ايفر. طالما هي مفتوحة زي أنا شايف ما في مشكلة إنه ناس تدخل، لكن إذا أنتوا دايرينها الناس ما تدخل وتعمل مقاطعات وتعلق، نعمل ستريمينج. يعني الناس لما ندعوهم باليوتيوب والفيسبوك
أو واحدة مني. سمعتوا الحتة دي؟ طب خفف عنكم معي، أنا دعراكم تسمعوا الحتة دي هسا. أها في شنو؟ ما في أي كومنت؟